صباح الخير لكل المشاهدين، يوم نهار الاربعاء 3 ايار مايو 2017، عالم صباح جديد وفقرات جديده من هلا ولغايه الساعه 12:30 بتوقيت بيروت. اليوم كنت حابه احكي عن موضوع متعلق بقوانين السير اللي عم تحاولوا شوف كيف علق صوتي على قوانين السير. ليه اقولكم؟ لانه مش عم تتطبق مزبوط، ولا لانه عم بتحاولوا تطبقوها، ولا لانه مثل صوتي معلقانه شوي بكثير امور بعدها ما عم تزبط. اليوم ما حبيت احكي عن موضوع مش بس عن الاشخاص اللي بيكونوا بسياراتهم، انما عن الاشخاص اللي مش بس انه بينطروا اشاره لما بتصير الاشاره حمراء للسياره لحتى يقطعوا الطرقات. طب ليه ما هدول كمان بيحاسبون؟ يعني بدي اقول شغله، انا لما بتكون الاشاره حمراء لنا او للي عم يسوقوا، لازم اكيد كل شخص يكون وراء المقود تبعه، يكون واقف اكيد ويكون مبعد عن خط المشاة اللي كمان كانوا عم نقول قديش بده يكون واحد دقيق وحافظ مزبوط وعينه بتشوف او معه ميكروسكوب او مكبر لحتى يقدر يشوف هالخطوط اللي هي مرسومه للمشاة. وان شاء الله يا ربي اكيد يقدر كل شخص عم يمشي على الطريق انه يكون عنده مأمن هالخط المشاة اللي هو اقل شيء له لحتى يقدر فعلا يقطع الطريق من مكان الى اخر. اكيد غير لما بيكون في جسر المشاة اللي بنتمنى انه كل المشاة يتبعوه ويقطعوا عليه، لانه للاسف الشديد اوقات عم بيكون في حوادث سير مميته ومؤلمه جدا وفقدان عزيزين جدا على قلوبنا من جراء اسواق اكيد اللي عم تكون متهوره من قبل المسائقين وايضا من قبل الاشخاص اللي بيقطعوا بشكل متهور على الطرقات. بس بدي اقول شغله، انه لما بتكون الاشاره حمراء للسياره السياره بدها تكون واقفه، بس لما بتكون الاشاره خضراء للسياره ما لازم تقطعوا، بتمنى عليكم ما تقطعوا. يعني ليش بدها تكون بس الشخص عم يتحاسب لما بيكون هو عم يسوق السياره ومش الشخص اللي عم يقطع الطريق اللي بسمون باللغه الانجليزيه جاي ووكرز، او اللي بيكونوا مش ملتزمين انه لما بتكون اشاره حمراء للسياره فيهم يقطعوا؟ لا، مثل ما الشخص اللي وراء المقود بده يلتزم، الشخص اللي على اجريه كمان لازم تكون ملتزم. اليوم حبيت ابدا بهذا الموضوع، وايضا من بعدها ننتقل بدون ما ننتقل بالمشي، ننتقل مباشره لعند الشيف حسين. صباح الخير شيف. صباحو فيدا. شو عندنا اليوم؟ اليوم مثل كل نهار اربعة عندنا سمك. سمك ايه، شفت ستحافظ كل نهار اربعة في سمك. فعندنا سمك على الطريقة الماليزية، رحنا على المطبخ الماليزي اليوم. عندي رول بالزعتر الأخضر، عجينة كتير طيبة رح نحضرها أنا والمشاهدين، وعندي سلطة الأفوكادو. أنا هيك بقول لكل المشاهدين يتابعونا لحتى نحضر هالوصفات سوا. أوه أكيد رح نكون ناطرينك. بس ما تنسي الرول الزعتر رح احشيها جبنه كمان، مش رح اتركها بس عجين وزعتر، ولكن محشيه جبنه وزيت زيتون، نكهه كثير طيبه. هلا بخبر المشاهدين عنها بفقرات رشيدنا. رح يكون فيها ورق الزعتر؟ ورق الزعتر رح يكون داخل بالعجينه. بالعجينه؟ رح يكون فيها جبنه. اوكي، داخلها بس رح يكون في جبنه، لانه كنت بدي اقول لك اذا هيك ما تحط لي ورق الزعتر، انا ما بحب ورق الزعتر. قديش غرام الزعتر اللي بحطوه بالمنقوشه؟ بس ما بحب ابدا ورق الزعتر. فيك غريبه انا جدا. فيك تعمليها بالحبق محل الزعتر، اذا بتحبي الحبق فيك تستغني عن الزعتر، شيل الزعتر وتحطي محل الزعتر حبق، ما عندنا اي مشكله. ايه غرامي انا الحبق. شكرا شيف، رح نضل رايحين جايين اكيد لعندك، ورح ننتقل مباشره لعند كارمن والابراج. اليوم الأربعاء 3 أيار مايو، القمر بعده موجود من برج الأسد الناري لليوم الثاني على التوالي، وباقي لبكرة الساعة تقريبا 12:30 الظهر بتوقيت بيروت. كيف رح بيكون هذا النهار؟ بنبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الأجواء إيجابية حلوة، بعدك أنت من تتصدر لائحة الأبراج القوية الناجحة. هذا النهار بيحمل لك خبر حلو، يعني بالتالي إذا عندك اليوم اتصال مهم اشتغل عليه بقوة اليوم، ما تأجله إذا أمكن، على الأرجح في ربح. إذا عندك مفاوضات اشتغل عليها، ما تخاف، ما تلغي مثلا موعد، روح عليه وقوي قلبك وطلب شروطك، لأنه هيدا نهار واعد بنجاح. بتبقى المواليد الأوفر حظا نسبيا 22 ل 25 أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور نهار مهم بالنسبة لك، حتى لو حسيت حالك انك منك مرتاح، حتى لو حسيت حالك انك مزعوج ومتضايق وما عم تقدر تتحرك باللي انت بدك اياه، بتحس حالك انه مقيد بامور مسائل عائلية او حتى يمكن بالشغل، الجو متقلب صحيح، لكن انت بتقدر
ضمن هالجو هيدا تقدر تغير وتدخل امور لحتى انت ترتاح، يعني نوعيه الوقت اليوم صحيح ضاغطه لكن عم بتعلمك وعم بتدلك وعم بتضوي على النقاط يلي عم تزعجك بمسائل معينه لحتى تشتغل عليها، مش لحتى تتفرج عليها وتأزمها. تبقى المواليد الاوفر حظا 10 11 و 12 ايار مايو. بكمل مع برج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء تقريبا نفس نصيحة امبارح، بدك تنتبه من الالتباسات، بدك تنتبه من الأشخاص اللي بيحاولوا أو بيحكوا كلمة بيحاولوا يوقعوك فيها. الكلام، التواصل مع الناس، هذا شيء كتير مهم، لكن بالنسبة لإلك اليوم نوعا ما في question mark، في علامة استفهام، هل يا ترى عم تكتب مظبوط الامتحان؟ هل يا ترى قريت السؤال منيح قبل ما تجاوب؟ هل يا ترى طلعت برات الموضوع؟ نفس الشيء كل مواليد برج الجوزاء بدهم يسألوا حالهم هالسؤال، هل يا ترى أنا ماشي مظبوط؟ هل يا ترى جدول أعمال مظبوط؟ هل يا ترى طلعت بالساعة الصحيحة؟ اليوم في بعض الالتباسات بالتواصل مع الناس، فكونوا دقيقين، خاصة إذا كنتم من مواليد 28 ل 31 أيار مايو، كونوا حذرين، انتبهوا أيضا من السرعة والانفعالات. كمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان نهار حلو لحتى توجه دعوة لأصحابك، لزملائك، للناس من حولك، لحتى تكون أنت قريب منهم، لحتى تلتف على الناس، لحتى تفرج قديش أنت شخص تتفاعل بطريقة جيدة وحلوة مع الآخرين. كون كريم بعواطفك، كون كريم بخبرتك، كون كريم بمعلوماتك، ساعد. اليوم نهار بتاخذ وبتعطي فيه بطريقة كتير إيجابية، وبتقدر تتغلب على حيائك، على خجلك، نهار ايجابي بكل معنى الكلمه. بتبقى المواليد الانشط والاوفر حظا هي مواليد شهر تموز يوليو، تحديدا 20 و 21 تموز يوليو. بكمل مع برج الاسد. بالنسبه لبرج الاسد نهار انا بعتبره نهار بشكل يمكن يشكل علامه فارقه. هيدا نهار لانه القمر ببرشك ولانه الشمس بالبيت العاشر، نوعا ما هيدا نهار بخلي مولود برج الاسد يفكر جديا يا اما بتغيير عمله يا اما بتحسين موقعه المهني. هيدا نهار بيضوي على طاقاتك ويمكن يفتح لك صفحه جديده، ففكر منيح، خذ القرار المناسب لك. هيدا نهار نوعا ما بتحس انه كل شيء ميسر، حتى القرار اللي بتوصل له نوعا ما ميسر. الاكثر حظا 24 ل 28 تموز يوليو. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء بتفكر انه الامور واضحه بس هي مش واضحه، تندم على قرار بتاخده اليوم وبكره، وان شاء الله ما تكون اخذت قرار امبارح لانه معقول تندم عليه. الاجواء اليوم عند مولود برج العذراء منا واضحه، بالعكس مخبايه، كلها مخبية قصص وأسرار وأشياء غريبة عجيبة لبكرة بعد الظهر لتتوضح. وبقلك أنه الفرق 180 درجة بين نفسيتك وبين الأمور والحظوظ الموجودة اليوم والحظوظ الموجودة ابتداء من الساعة 1 الظهر بكرة بتوقيت بيروت. انطر، تحرز النطرة. تبقى المواليد الأقل حظا 6-7 أيلول سبتمبر. بكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان معك تقريبا 24 ساعة أو أكثر شوي، حطهم 28 ساعة لحتى تخلص شغل ما. اليوم القمر موجود ببرج الأسد بيساعدك لحتى تتفاهم مع الناس، تتكيف معهم، وأنت بحاجة للناس، بأمس الحاجة للناس بهذا الأسبوع لحتى تشهل بشغلك. وفينا نقول إنه بكرة الظهر هني أفضل الفترات، وإلا بدك تنطر لنهار الأحد، وبالتالي اشتغل، حط إيدك بإيد الآخرين، اتكيف معهم، مع أفكارهم، مع طريقة عملهم، مع طريقة شغلهم، طريقة تفكيرهم وحكيهم، يمكن مش على ذوقك، لكن اتكيف معهم، اشتغل معهم، ما بتلاقي حالك إلا مبسوط. الأكثر حظا 8 و9 أكتوبر. بكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب قادر اليوم بجست بحركة انك فعلا تنزع الدنيا، تنزع كل شغلك وتندم وتندم وتقول يا ريت فيني ارجع ويا ريت سمعتني. اليوم نهار مكركب من اوله لاخره، من امبارح عم بيغلي، فحاول انه ما تكهرب الجو اكثر، حاول انه ما يغلي اكثر. الاجواء صعبه، ثقيله، مزعجه، من أسوأ ايام هيدا الشهر. بعد عن المشاكل، بعد عن المشاكل، طول بالك، طول بالك،
الانفراجات موجودة لكن مش اليوم. اليوم بدك تاخذ الامور مثل ما هي وبدك تضلك مبسوط وانت مبسوط من دون ما تسبب مشكل. خاصة مولود 4 5 6 و 7 تشرين الثاني نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. نهار جيد لمولود برج القوس لانه بيريحك، لانه بيريحك وبتحس انه خي اليوم في اخبار حلوه، اليوم خي في شيء بفش الخلق، اجواء حلوه ايجابيه مريحه لمولود برج القوس، ويمكن حتى تفتح قدامك مجال جديد، مجال جديد يمكن بعيد يمكن غريب يمكن عجيب، لكن انت مستعد لهالامور وحابب تدخل هالامور الجديده على حياتك، اجواء جيده داعمه حظوظ موجوده، الاكثر حظا 17 و18 ديسمبر. بكمل مع برج الجدي. مولود برج الجدي الحظوظ إلى تقدم، الحظوظ من أفضل إلى أحسن بكثير إلى ممتاز، لكن مش ضروري اليوم، بكرة. بس عم بقول لك هالشيء لحتى من اليوم ما تنزع، أوكي؟ ما تنزع، مثل اللي شايف إنه رح تزيح، شايف إنه مشمسة، أوكي؟ واليوم مغيمة شوي وعم بتزيح الغيوم، وبالتالي اشتغل على الأساس، أجواء رائعة ابتداء بكرة الظهر. رائعة جدا، فما تنزع، ما تحرق خط الرجعة، أجواء اليوم تطلب منك التكيف مع الظروف، تكون صبور شوي، تكون دبلوماسي كتير. ما في أمور صعبة اليوم على فكرة، فقط مطلوب منك ليوني في التعامل مع الناس. الأوفر حظا 5 6 7 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو شخص مش كلجي، يعني إذا أنت التقيت أنت وبرج العقرب اعمل له حساب إنه صار في حرب. الأجواء اليوم صعبة جدا، على أساس أنت صحبة مع فلان خسرت العلاقة كليا بسببك أنت. هلا يمكن الشخص الفلان عمل له غلطة صغيرة أو كبيرة، لكن أنت الشخص يلي اليوم بينسف العلاقة من أساسها. جو صعب من أصعب أيام هيدا الشهر، كون حذر، وهالحذر بده يضل لبكرة الساعة 1 الظهر توقيت بيروت. تبقى المواليد الأكثر تعبا اليوم هي مواليد شهر شباط فبراير. كمل مع برج الحوت. مولود برج الحوت حلو التفاهم، اول شيء مع ذاتك، يعني بتعترف لذاتك انك مزعوج ومتضايق وفي شيء مش عاجبك، اوكي، وبعدين بدك تعمل مشكل، بدك تخلق جو مكركب. اليوم نهار حلو لحتى اذا مش قادر تقر وتعترف ببعض الامور السلبيه انطر انطر، لكن مش بنفس الوقت انك تعمل مشكل، خاصة مع اخواتك ومع زملائك. الجو اليوم حلو لتقعد بينك وبين ذاتك على المكتب، تشتغل بشغلك، ما تتدخل بامور الاخرين، لانه كمان انت اليوم اليوم عندك خصوصياتك وبتنزعج كثير اذا حدا تدخل بامورك الخاصة، انه شو خاصة يعني بالمكتب، يمكن عم تكتب لك شيء ورقة، بتنزعج بتفكر انه حدا قرب صوبك عم بيقرا لك مثلا الاغراض او شو عم تعمل. ما في شيء، كل شيء ما في شيء منه، انت نفسيتك اليوم هيك، خصوصياتك بالنسبه لك نمبر 1، اوكي، مع كل الحق، لكن ما ضروري اليوم تنزع علاقتك مع اصحابك وزملائك واخواتك. بشكل خاص 4 5 و 6 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لمولود اليوم هيدي السنه فيك تغير فيها بيت، فيك تنقل من بيت اجار مثلا لبيت ثاني، بيت بتشتريه. يمكن هيدي السنه سنه حلوه لحتى ترتبط، لحتى تاسس عائله، هيدي السنه حلوه كثير لحتى تسافر، هيدي السنه لحتى ترجع من سفر، هيدي السنه لتشتغل على ذاتك انت، انت بيتك، وبالتالي اشتغل على حالك اكثر بهيدي السنه. ايار مايو، ايلول، سبتمبر، ديسمبر، وكانون الثاني يناير هن افضل اشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، روى رح تاخد اتصالاتكم مباشرة على الهواء وإجابة على أسئلتكم من قبل، خليكن معنا. روى صارت معنا على صحة السلامة. روى صباح الخير. صباح الخير غيدة، صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا. اليوم مثل ما ذكرت قبل البريك رح تقدري تاخدي اتصالات المشاهدين مباشرة على الهواء، وأيضا عندك أسئلة من قبل على الواتساب. قبل ما ناخد أول اتصال رح أبدأ بالسؤال. عم بتقول سيدة أنه رحت لطبيب جلد أنه عندها كلف وعندها تصبغات داكنة بوجهها، نعم، وصف لها كريمات للتقشير ولا الترطيب، بس هي ما بتقول ما بتظهر الصبح ظاهر، بس بدها تعرف اي احتياطات بنصحيها فيها وهل ممكن تلاقي نتيجه ويتوحد لون الوجه
وما تزيد الفروقات باللون. اول شيء بدي اقول لك اكيد اكيد بتلاقي نتيجه طبعا اذا التزمتي بالعلاج بطريقه صحيحه واذا انتبهتي بعد انتهاء العلاج. هلا بدي اقول لك خلال فتره العلاج وحتى بعد العلاج، بس هلا كثير بدنا نركز انه سان سكرين الشمس عدوتك، لانه بدها ترجع تعمل تصبغ بالجلد ويرجع يطلع الكلف مره ثانيه، وكمان بدنا نعرف سبب هالكلف ليه صار والتصبغات، هل هي تغيرات هرمونيه، هل هي تعرض للشمس، شو كان سببها، او مرات ادويه معينه. مثلا بدي الفت نظر كل السيدات اللي بياخذوا بيلز حبوب منع الحمل، بدهم ينتبهوا بالتعرض للشمس لانه ممكن يؤدي لظهور البقع على الجلد. فبدهم ينتبهوا. هلا حتى وانت بالبيت انا بنصحك تحطي سان سكرين. بتقولي انا بالبيت ما طلعت برات البيت، لكن الاشعه عم تدخل من الشمس، عفوا من الشبابيك، من الازاز، فاذا انت عم تتعرضي لليوفي حتى وانت داخل البيت، وكمان نحن وعم نسوق بنكون عم نتعرض من خلال ازاز السياره كمان عم نتعرض. يعني بالبيت مثلا او فيها تحط كريم بقلبه داخل فيه سان سكرين كمان، الكريم المرطب يكون داخل فيه مزبوط، بس انا كثير يعني بنصح انه نحط لوحده تفضل، لانه بنكون عرفنا قد ايه القوه، وبيكون كمان كريم خصوصا اذا تابع لشركه يعني مختبرات، فبتكون مركزه وعارفه التركيز قد ايه. واكيد دائما هلا التوصيات عم بتكون 30 بلس او 50 بلس، ما في شيء اسمه 100% سان سكرين. فاذا غسلنا وجهنا، اذا عرقنا، اذا هالامور هيدي، بدنا نرجع نحط سان سكرين مره ثانيه. هلا بعد انتهاء العلاج كمان بدك تنتبهي من كل العوامل اللي سببت لك هالكلف وهالتصبغات بجلدك، وهون بدك تكوني حكيتي مع طبيبك عن هالموضوع شو سببها لتعرفي، وكمان من اهمها الشمس، يعني هيدي كمان بدنا ننتبه لبعدين، مش انه خلص راحوا يعني خلصنا منهم نهائيا. اذا رجعنا عرضنا الجلد لنفس المسببات بدها ترجع تظهر التصبغات مره ثانيه. يعني وان شاء الله تكون النتيجه مثل ما انت بدك ان شاء الله. وهون كمان سيدي عم تسال انه ابنها عنده مشكله بالحرقه، وصفوا له قشر الرمان، انه عم بتقول انه وصفوا له قشر الرمان مطحون ما لقى عريق، هل هالشيء مضر ولا منيح؟ وصفوا له الصبر كمان ولا ما هيك، بس وهي هيك عم تقول كمان سوري على الازعاج، بس بالعكس بالعكس أبداً. اكيد دريوة جاهزه لحتى جاوبك على الهواء. اكيد. هلا بدي اقول لك مذكور الاسم؟ لا لا مش مذكور. بدي اقول لك انه ما في جاوب عن هيك امور، لانه بنشرب هالشغله بناخذ هالامور هيدي، يعني هيدي يا بتكون اما وصفات شعبيه يا اما فعلا بتكون ضمن الالترناتيف ميديسن، الطب البديل، لكن بدنا نشوف قد ايه معمول عليه ابحاث، وهالابحاث بينت انه استعمال هالشيء عنده فعاليه. فاذا ما في اقول لك قشر الرمان بيفيد او لا، بس انا في اقول لك بالنسبه للحرقه شو اللي لازم ينعمل. اول شيء بدك تشوفي تخلي ابنك يعرف شو اللي عم بيسبب له حرقه. اوكي، هاي اول شغله. فاذا الاطعمه اللي بتسبب حرقه بدنا نتجنبها. بعطيكي امثله، كل شيء فيه بندوره، سواء صلصه بندوره او اي شيء دخله بندوره هيدا بيسبب حرقه. انواع عصائر مثل البردقان، الليمون، كلها هيدي بتسبب حرقه. المأكولات اللي كتير سبايسي، اللي البهارات قويه وحاره، بتسبب حرقه. اذا كان ابنك بيدخن هيدا بيزيد من انه تصير عنده، بس هيدا اصغر يمكن يمكن يكون كانه اصغر محطوط هيك العمر. لا مش محطوط، بس ما بعرف هيك حسيت انه اصغر، لانه عم تقول انه بتعطيه ملعقه. نعم. عريق، يعني حسيت انه حدا اصغر. فاذا انا عم اقول لك شو الامور اللي ممكن تسبب الحرقه، وما بعرف يعني يمكن يكون اكبر ممكن لا، بس بدنا نتجنبها. فهدول امور كثير كثير مهمه، المأكولات اللي بتسبب لنا حرقه، وكمان بدنا نرجع الشوكولا الزعتر النعنع، يعني سواء عم نشرب شاي مع نعنع او عم ناكل ورق النعنع. هلا ما معناته هالامور بصل ثوم ما معناته نلغيهم من حياتنا نهائيا، لكن نجرب نستعملهم او ناكل منهم باعتدال وكميات خفيفه. شغله ثانيه بده يعمل تغيير اذا فينا نقول بنمط الحياه، يعني يكون الوجبات اصغر شوي لكن متعدده اكثر، هيدي كثير بتساعد على انه ما يصير في حرقه، يعني ما نوقف اكل لما نحس بالتخمه، هيدي كثير بتسبب اسيد ريفلكس لما نحس انه شبعنا لدرجه التخمه، هي بتزيد من هالموضوع. ما ننام مباشره بعد الاكل، سواء بعد الغداء او بعد العشاء. بعد العشاء يكون في فرق ساعتين قبل ما بدنا ننام، بعد الظهر اذا بدنا هيك ناخذ ناب او غطى سريعه
فينا على الكنبايه نلقي شوي، افضل نكون جالسين ما انه نتمدد. هدول امور كثير كثير مهمين. وكمان شغله الثياب الضيقه، يعني اذا كان الزنار الحزام ضيق هيدا بيزيد من الاسد ريفلكس. الوزن الزائد اذا كان عندنا وزن زائد كثير بيزيد من كمان الحرقه. فهدول امور بقدر اقول لك انا كيف نغير بطريقه حياتنا، مع في حال وصل لمرحله غير هالتغييرات بنمط حياته ما تحسن الوضع، يمكن هون الطبيب بحسب العمر بحسب الوضع ينوصف ادويه معينه لمرحله معينه. لكن عن بالنسبه لانه نستعمل قشر الرمان او غيره، هيدي ما في كثير دلالات علميه بقدر اقول لك مثبته لقلك انه نعتمدها. تغيير بنمط الحياه هو افضل. كان عندك أوكي. سؤال كمان صح. وصلك كان في سؤال وصلني عن انتهاء الاكسبايري ديت او انتهاء مده الصلاحيه. سالوني شو المقصود لما بنقول best used before او by، يعني الافضل استهلاك هالمنتج هيدا بهالتاريخ مش انتهاء الصلاحيه. لما بنحط best used شو معناتها؟ هي بدنا نقول مثل تاريخ انتهاء الصلاحيه، لكن الفرق انه بيكونوا عاطيننا التاريخ اللي بيكون هالمنتج سواء مي عصير اكل اي منتج معين محطوط عليها التاريخ best used before او باي، يعني الاحسن استعماله لهالتاريخ هيدا، بيكون المنتج عنده او محافظ على مواصفاته الغذائيه وشروط السلامه الماكسيموم اللي هي مفروض هالشركه المصنعه عطيتنا اياها. يعني اذا انينه مي بنقول نحن المي ما بتنتهي مدتها، ما عندها مدة صلاحية، ليه بدهم يحطوا لنا الأفضل تستعمل لحد هالتاريخ هيدا؟ لأنه بيكون الشركة اللي عبت هالمي بيكون المي محافظة على نوعيتها، وخصوصا بنعرف إنه المي بتتفاعل مع البلاستيك الموجودة فيه. فبتكون محافظة على نوعيتها وما بيكون في معدل التسرب أو التفاعل بين المي وهالبلاستيك المواد بدها تنزل بالمي معدلة ضمن المطلوب أو المسموح فيه لحد هالتاريخ. بعد هالتاريخ مش معناته المي بتفسد، لكن نوعيتها بتتغير. فهي هي النوعية بتتغير، يعني معناته بيصير تركيز المواد اللي بدها تتفاعل من البلاستيك بيصير تركيزها أكتر، وبالتالي منا ضمن الشروط اللي كانت لازم محطوطة كأفضل نوعية مي المستهلك يحصل عليها. حتى بالنسبة للمعلبات، يمكن إذا تأخرنا أسبوعين أو شهر ما معناته العلبة فسدت ما بقى فينا ناكلها، لكن نوعية الأكل بداخلها إذا بعدها مسكرة كليا، يعني إذا محافظين عليها مسكرة وما فيها أي صدى أو ما فيها أي منشوف فيها انبعاج أو شكل العلبة تغير، ممكن نتاخر شهر يعني نقطع هالمرحله. بس انا ما بدي شجع هالموضوع لانه نوعيه حتى الادويه اوقات بتكون موجوده عليها بس يوز بيفور او باي. طبعا ايه هون عاد بالنسبه للادويه كمان شو نفس الموضوع، نفس الشيء نفس الموضوع. بتقل الجوده تبعيته، بتقل الجوده، ولانه هالدواء صحيح او الفعاليه تبعيته محطوط بعلبه، لكن كمان عم يتعرض للاكسجين، عم يتعرض للضوء، حتى لو هالعلبه مسكره عم نفتحها. فاذا تتغير نوعيه التركيبه ما بتكون من الا بالاوبتيمم كونديشن او باحسن وضعيه هو هالمنتج عليه. من هيك ما بدي طمنكم قلكم لا فينا نطنش، خلينا نلتزم بهالتاريخ best used before. نكون فعلا لهالوقت استهلكنا هالمنتج هيدا سواء دواء اكل شرب اي نوع منتج، الافضل ما نتخطى هالمرحله لانه نوعيته بتتغير. ولما بينحط تاريخ انتهاء الصلاحيه فاذا من بعدها بصير الاكل بيفسد. من هيك ما فينا نخاطر. فهيدا موضوع كتير دقيق لازم ننتبه له. ايه فعلا، يعني مثل ما ذكرتي لانه يمكن اوقات الناس بتفكر بهالموضوع وبيختر لها شو بدهم يعملوا بهالحاله، خاصه فيما يتعلق بالادويه طبعاً. وايضا بالمأكولات صح. اكيد فالادويه ما فيها مزح، اكيد لا ما فيها مزح طبعا، اكيد هذا الشيء مش لازم واحد ياخده هيك بهيك مثل ما بيقولوا باستلشاء. مزبوط. اذا فينا نقول هو كمان هلا صيفيه، يعني خلص بلشت الشمس تقوى، يعني مثل ما ذكرت سيدي بالاول اول سؤال لها هون كمان بلش التساؤل اكثر، يعني الشمس عم تقوى هلا اليوم، هلا مش عبره اليوم لانه شتت كثير مزبوط، بس بعد شوي رح ترجع تقوى الشمس اكيد وترجع تطلع درجات الحراره، يعني هون كمان بدهم يصيروا ينتبهوا اكثر بالسواقه يعني بالطرقات طبعا، يعني حتى على الايدين كمان في اشخاص بصير عندهم تكلف كمان بايديهم لانه بيكونوا ماسكين المقود كمان مزبوط. وهيدي من الا الايج سبوت او البقع اللي نتيجه العمر. ليه نتيجه العمر؟ لانه مع العمر نحن بخلال هالسنين اللي مرقت نحن عم نتعرض للشمس في تراكمات للتعرض للشمس، وكمان الصبغه اللي على الجلد كمان تتغير مع العمر، فبصير يطلع الايج سبوتس او هالبقع او هالنقط البنيه. فنقطه كثير مهمه انه حتى
الايدين اذا نحن عم نسوق نحميهم من الشمس بالسان سكرين، ونرجع تو ري ابلاي يعني نرجع نحط السان سكرين خلال النهار اذا فينا، اذا كان نهارنا طويل وعم نكون برات البيت لوقت طويل، وحتى بالمكتب يعني تذكروا انه داخل الاماكن المغلقه نحن عم توصلنا اليو في من الشبابيك ومن خلال الازاز، فعم نتعرض مثل برا. اكيد. شكرا كثير روى، بنرجع بنشوفك ان شاء الله نحن بعالم صباح بكره، رح نتابع بكره ان شاء الله، رح نتابع محطاتنا بعد، اكيد رح تشوف بعد شوي الشيف حسين، انما قبل رح نشوف شو في افلام حاليا موجوده بصالاتنا بالسينما. I am a believer in the perfectibility of human beings. ضمن افلام الاسبوع الفيلم الدرامي ذا سيركل عن صبية تشتغل بوظيفة ما كانت تحلم فيها بشركة تكنولوجي، لتكتشف من بعدها أنه هالشركة عندها أجندة مختلفة مع توم هانكس وأما واتسون. Knowing is good, but knowing everything is better. يلا فكرك بدك تفوت على الجامعة. والفيلم اللبناني الدرامي نور عن صبية عمرها 15 سنة وبيجبروها أهلها على الزواج من رجل أكبر منها بكتير، مع جوليا قصار، ايفان معلوف، فانيسا ايوب اللي بتلعب دور نور، وخليل زعرور. سافا. وفيلم الكوميدي الفرنسي alibi.com عن شخص بياسس شركه اسمها alibi.com مع عدد من شركائه، ولكن وقت اللي بيتعرف على صبيه بتكره الرجال اللي بيكذبوا بتعقد له حياته وكل الشركاء ايضا، مع فيليب لاشو، Elodie Fontan ou Nathalie Bay. Qu'est-ce que c'est ton problème? Tu sais pas mentir. Je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Mais qu'est-ce qu'il te prend? Il a encore rien dit. Ah, pardon. I wish to find the lost city. Au film et biographie The Lost City of Z, عن اختفاء باحث بريطاني خلال بحثه عن مدينة غامضة بالأمازون بالعشرينات، مع روبرت باتنسون، سيانا ميلر وتشارلي هنمان. رح ننتقل مباشرة لعند شيف حسين لحتى نكون مع أول وقفة معه بتحضيراته لليوم ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين، مثل ما خبرتكم اليوم في عنا ثلاث وصفات، في عنا أول شيء خلينا نبلش أنا وياكم بهالوصفة الكتير طيبة، العجينة أو رول الزعتر المحشية جبنة. لكن مشاهدينا رول الزعتر المحشية جبنة راح نبلش أول شيء بهيدا الطبق أنا وياكم، وفي عنا كمان من سمك على الطريقة الماليزية، وفي عنا بعد طبق سلطة الأفوكا. خلينا أنا وياكم نبلش بالرول، وهيدي المقادير كمان عم تمرق على الشاشة. طيب هون في عندي بهيدا الوعاء عندي زعتر أخضر حاطط معه مي وحاطط معه زيت زيتون، هيدي المقادير قدامنا على الشاشة، نص كوب من المي وحاطين حاطين كوب من المي ونص كوب من زيت الزيتون وحاطين كمان نص كوب من زعتر الاخضر المفروم. هون الزعتر الاخضر نحن لازم ننظفه كثير منيح لانه بيحتوي على كميه عاليه من الرمل. عندي طحين 3 كوب بحطهم بالعجينه. اوكي. عندي سكر معلقه. عندي من الخميره كمان معلقه. منجيب كمان رشة ملح، تحط كمان معلقة، بخلطهم مع بعض. اوكي. لكن عندنا طحين، عندنا خميرة، عندنا سكر، عندنا ملح، مقاديرهم عم تمرق على الشاشة لهيدا الطبق. اوكي خلطتهم. بجيب انا الزعتر مع زيت الزيتون مع المي بضيفهم، ضفناهن فوق العجينة، بعجنهن لحتى نحصل على عجينة متماسكة. اوكي. انا رح احضر هالعجينة، بعد ما احضر هالعجينة رح شيلها وحطها بوعاء وغطيها بورق نايلون وحطها بمحل يكون شوي دافئ، حوالي 40 دقيقة، لا دافئ طبعا لحتى هالعجينة يتضاعف حجمها. بعد ما تتضاعف حجم العجينة شو رح اعمل انا؟ رح جيب العجينة، حط طحين على الطاولة وايضا رقة
حط بقلبها من الجبنة. طبعا فيني حط من جبنة البلغاري، فيني حط من جبنة الفتة، فيكن تحطوا من جبنة الحلوم، حسب ما انتو بتحبوا فيكن تحطوا نوع من انواع الجبنة، ما عندي اي مشكلة. لكن رح حط بقلبها جبنة، ارجع لفها. محضر انا البيض ومحضر السمسم، بدي ادهنها بالبيض وادهنها بالسمسم، بس طبعا بدي حط بقلبها مع الجبنة حط زيت زيتون لناخد النكهة الكتير طيبة. وبعد ما لفها حطها بصينية، كمان بدي ريحها حوالي ثلث ساعة. بعد الثلث ساعة رح ارجع فوتها على الفرن على درجة حرارة 180، بناخد نحن الرول اللي بدنا اياها والنكهة الكتير طيبة. هيدي بالنسبة للرول. اما نجي نحن بالنسبة للخضار والسمك، عندي فيليه سمك هامور، فيني جيب حيالله نوع من انواع السمك، ما عندي اي مشكلة، او حتى فيني جيب كمان من سمك السالمون. حضر هيدا الطبق بسمك سالمون. عندي بصل، عندنا ثوم، عندنا بندورة، عندنا فليفلة، وايضا في عندي من البقدونس. عندي هالخضار رح اقليها، بس طبعا انا ضايف لها شغلة كتير طيبة وشغلة غريبة، شغلة كتير طيبة وشغلة غريبة اللي هي البامية. لكن انا محضر ان البامية قدامي، هيدي البامية رح اقليها مع البندورة، ورح اقليها مع البصل ومع الثوم ومع رب البندورة، رح اقليهم كلهم مع بعض مع الفليفلة، بناخد نكهة كتير طيبة. فيني اقدموا هيدا الطبق مع رز، فيني اقدموا مع بطاطا مشوية، حسب ما انتو بترغبوا وحسب ما انتو بتحبوا. اما سلطة الافوكا، محضر انا كمان بندورة، فليفلة ملونة، بصل اخضر، كمان بدنا نحط ثوم، بقدونس وخس ملون رح نضيفه للزينة. الصلصة رح تكون عصير حامض، زيت زيتون، خل بلسمك وخل احمر. هون رح خلطهم مع بعض، ناخد صلصة كتير طيبة. طبعا الصلصة ما بيطيبها الا الفلفل الاسود، بنحط رشة صغيرة من الفلفل الاسود، واللي ما بيحب الفلفل الاسود في ما يحط شيء، ما عندنا اي مشكلة. طيب خلينا نشوف انا وياكم العجينة هون كيف صارت. لكن مشاهدينا هيدي العجينة، هاي العجينة صارت عندي بهالشكل هيدا. مثل ما قلت لها الصبح لغيدة، فيني حط محل الزعتر، فيني حط من الحبق الأخضر، ما عندي أي مشكلة. حتى كمان ما منحب الحبق، فيني حط من الريحان، فيني حط من النعنع، ما عندي أي مشكلة. ولكن الزعتر كتير طيب مع هالعجينة. تاني فقرة رح نحضر هالعجينة أنا وياكم ونفوتها على الفرن. وهلأ بالعودة لغيدة. شكرا شيف. شفته انا لانه انا ما بحب الزعتر، عم يعطيكم كل الاحتمالات الثانيه، او الحبق اللي انا بحبه، او اشياء ثانيه. راح نتابع محطاتنا اكيد بعد لحظات، راح تكون معنا لما واتصالاتكم مباشره على الهواء، بالاضافه لاجابات على الاسئله اللي بعثتوها من قبل على الواتساب. اكيد خليكم معنا. رح نتابع محطاتنا، ومثل ما قلنا لكم لما رح تاخذ اتصالاتكم مباشرة على الهواء. وشوفي لما، صباح الخير. صباح النور. قبل ما ناخذ الاتصالات عنا أسئلة من قبل رح نجاوب عليها للمشاهدين. أوكي. وأول سؤال عم تسأل سيدة إنه بنوتتها عمرها 8 سنين ونص، وعم تسأل إذا فيها تعمل لها سير بمنطقة المستاش أو منطقة شوارب، هل هالشي معقول؟ ولأنه مبينين وكتير مزعجين، أو مزعجين شوي عم بتحط. هو عادة هيدا السؤال. أول شيء بوجور بوجور كلكم. قصة الشعر الزايد عند البنات الصغار، أنه هذيك المرة أجيني السؤال هل بشلح واجبها أم لا. إحنا هنا بعدنا عند السيم بذات الموقع. هلأ البنات الصغار وقتا بيكون مبين هالقد وعمرها 8 سنين، انه بالنهايه حنشيله ان كان هلا او بعدين، هن بيقولوا لك بركي اسيو، بركي لازم خليها نمو جسمها. طالما ما عم نشيلهم بالشفره، طالما ما عم بتشيلهم بطريقه مؤذيه، شعره شعره. يعني افضل في كلها عقدتها لهالبنت. لانه عم تتصوريها بالمدرسه يعني تكون منزعجه حياتي يعني. بهيدا العمر اكيد ما تتركوا بناتكم يكون عندهم هالمشكله، لا بيقعدوا يركزوا على الدرس، بيصيروا منزويين وبتخلقوا لهم مشاكل بلا طعمه. ف ايه نعم شيلون، طالما عم بتشيلون بطريقه غير مؤذيه. ما عم تيجوا بتجربي مثلا تعملي الكتريك تشيلون بالكهرباء او بالليزر او بالليزر بعد بكير، لانه ليه بكير؟
كمان لنوضح، لانه بعد في شعر بده يطلع لانه ما خلص النمو، يعني اذا عملتوا ليزر بيروحوا بس بدهم يرجعوا يطلعوا يلي ما نبتوا من اول الطريق، يعني عم تخسروا بس قصه مصاري الليزر لانه رح يرجع ينعمل من الاول وجديد، بس ما بيأذي، ما بيعمل سايد افكت، بدنا نكون واضحين. فانا مع اي شيء بيساعد الشباب الصغار الصبيان الصغار والبنات الصغار انه يعيشوا بلا عقد، بلا ما يصير في بولينج بالمدرسه، بلا ما حدا يدل عليهم بالاصبع، ليكي عندك شوارب، قديش قد ايه هالشيء بيزعجها للبنات، وبتكون يا لانه بشرتها كثير بيضة دونك بيبين وشعراتها سود. فانا بترجى كل ام تفكر شوي ابعد، استعملي الواكس وارتحنا وريحته. رح نتابع بالسؤال الثاني من سيدة عم بتقول، أو من صبية عمرها 17 سنة وعندها حبوب بوجهها، هي بتشتغل ببنك ومجبورة تحط ميك أب كل يوم، عم بتقول هل هالشي بيأثر على الحبوب، وإذا إيه شو فيها تستعمل طريقة لحتى تعمل مكياج خفيف؟ شو بتحب جاوبك؟ كانت روى هون كان لازم نسأل السؤال. لا بحب اقول لك شغله، كمان روى اجاها سؤال عن التصبغات بالبشره اليوم. ايه هول الشمس الكلف والنمش. طيب قبل كل شيء هالحبوب بدنا نتاكد اذا منون يعني من زمان وجر، يعني اذا لازم ينعمل تريتمنت بالادويه، هي واحد. اثنين اذا عملتي او بعدك عم تعملي او بطور نحن نعمل تريتمنت علاج لهالحبوب، شو بدنا نعمل لنغطي، لانه ما حفينا نروح لع شغلنا وهذا الشيء مزعج. الميك اب ما بيزعج الحبوب الا اذا كانوا الحبوب مفتحين، اذا الحبوب فيهم جرح، اذا حطيت عليهم هوا بدهم يعملوا يعني مضاعفات، يرجعوا مضاعفات. فانا في كثير اشياء بنحطها بتكون فوندوتان ملون، بس هو سان سكرين، فول سان سكرين، هيدا بيكون طبي. افضل تجيبوا اشياء لتعملوا كفرج لوجهكم يكون طبي، يكون في لون شوي اغمق من البشره تبينوا انه عم تقدروا تغطوا بكل سهوله فيكم تحطوا، بس المهم بدكم تنظفوا منيح. يعني وقت بترجعوا على البيت التنظيف اساسي جدا. دونك العلاج بده يكون تنبلش اول شيء داخلي، بدنا ناخذ حبوب اكيد، كمان بدهم يعطون الاطباء جلد مراهم للوجه هيدا البراني، وفوقه بدنا نعمل كفرج. الكفرج ضروري، اوقات بيقولوا لك بس حطي على الحبه حبه حبه. على كل اكيد يلي عندها مشكله جلد بدها تسال طبيب المختص، لانه بالنهايه نحن قاعدين عم نبصر، يعني كل كيس كل حاله بحالتها. يمكن في حبوب فينا نغطيهم، يمكن لسبب من الاسباب الحكيم بيقول ابدا الوجه لازم يضلوا عم بيتهوى جلدي، لازم يشوف الهواء، يمكن لازم يشوف الشمس. فبفضل ما جاوب هيك بطريقة ونعمم، بس في عنا ناس بيقدروا يحطوا وبيغطوا بكل رياحة والمهم التنظيف، في عنا ناس لا ما فيهم يحطوا لسبب من الأسباب. وإجمالا كمان إذا الجرح عم بينز، إذا الحبة بتعمل، بفتكر هون ما فينا نحط غير الدواء يلي الحكيم عطيكوني، وبتجيبي ورقه من الحكيم وبتعتذري من مطرح ما عم تشتغلي، بتقولون بعتذر هذا وضعي هلا الحالي والاني. ايه لانه مثل ما قالت، ايه يعني هون يمكن بتحس حالها انه عم تستصعب تروح على شغله من طبيعي. دون ميك اب، واكيد بالعكس بالنهايه لازم بتعالج بشرتها لحتى ما تصير القصه تطول، يعني كمان معه وطبيب الجلد هو الوحيد المخول انه يعطيها النصيحه. على الاكيد اكيد، والادويه المناسبه. واجمالا يلي عندها حبوب يعني بتحسي صار لسنين بتعاني، يعني بغيبوا شوي وبيرجعوا، هولي لا محال في ادويه بدكم تاخدوها. وهالادويه هون بترجيكم، ورح لكم شغله بخصوص هيدا الدواء الناس بتخاف منه، ما فينا نسميه ايه هيدا الدواء اللي كلكم بيقولوا لكم عنه الحكمه، بليز اذا الحكيم قالكم تاخدوه، يعني الحكيم فهمان اكثر من الجاره وبنت العم وبنت خال وصاحبه بنت عم ام ست اللي جربته وظبطت معه ويلي عمل لها سايد افكت، ويلي هو بياثر على الخليفه، ويلي ويلي ويلي. ف هتاخذ خبزكم للخباز،
سألوا الحكيم وكل شخص عنده بروبلم بالجلدة وبتحسوا أنه عم بيطول عم بيصير مزمن، أول شيء بدنا نعمله بدنا نشوف حكيم جلد. أيه. بعدين نحكي جمال، بعدين نحكي تغطية العلاقة بالشكل وبالهيدا. لازم دايما نشوف الأشياء من جذورة لنطببها، لأنه بالنهاية هيدا التغطية اللي عم نعملها هي كله مؤقت. أكيد منه. والوجه هو الواجهة بالنهاية، بس أكيد. كل شيء بده يكون داخلي بال أكيد، لأنه أكيد. هيدا الشيء أول شيء بيلعب دور بهالموضوع. طب هون عم تسأل على قصة المكياج الخفيف، يعني يمكن عم تسأل إذا مثلا بتكحل عيونها يمكن، بس أو إنه ما تحط مثلا فاونديشن حتى لو تركتهم، بس تحس إنه هي مرتاحة لما بدها تروح على الشغل. هون بدها يعني مكياج خفيف كثير، بدها هي تعمل شيء بيريحها. ايه. أكيد الحمرة إذا ممنوع تحط تنسلم جدل. ايه. الحمرة مسموحة، أكيد الكونسيلر مسموح، كل شيء له علاقة بالعيون هيدا يعني بيوجه نظر العالم. ايه. على الجمالية بالوجه، وما بيعودوا كثير يركزوا إذا في عندنا مشاكل بالجلدة. دفنتلي فيك تعمليه إذا بدك هيدا تسميه خفيف أو قوي، بس في مناطق بالوجه فينا نضلنا نحط عليها ميك أب إذا الجلد تعبانة أو منعنا الحكيم نحط فاونديشن. ايه. هيدا بما يختص هيدا السؤال. أكيد بعدني أنا ناطرة التليفونات، بس إحنا وناطرين حابة جاوب على سيدة حكيتني شو حسيت حالي غلط كثير. قالت لي بتضلك تحكي على يلي عندهم وزن زايد، طيب ونحن يلي ما فينا ننصح؟ يلي هن بيستصعبوا اكثر بكثير. انا اول شيء بعتذر منك ومعك حق، تاخرنا مع انه هو نحن مخططين نعمل حلقات عن هالموضوع. شو بدي البس انا كثير ضعيفه؟ شو معها حق؟ هلا بالشتاء كثير هين، لانه بالشتاء بتكسر طبقة فوق طبقة layers. بدي البس قماش سميك، بتعرف القماش سميك بيساعد، يعني كل ما لبسنا صوف سميك، كل ما لبسنا شيء مجدل، كل ما لبسنا قطع فوق قطع الجوخ العريض، كله هيدا بيساعد. بس بالصيف ايه خلص هي قربت القصه. هلا اليوم مش عبره انا اليوم بعمل له، اليوم انا اليوم رح اقول جو نويل. ايه كل سنه انتم بخير لانه رجعت تشتي، بس هذا الشيء مش رح يطول المفروض. عن شيء كثير عم بيعصبنا. ايه. لانه بدنا ننقل بقى خلاص، يعني بين الناس بدها تنزل الثيابه ما بدها تنزل الثيابه. ايه. شو بدنا نلبس هلا؟ بين هلالين هلا اكيد ما حفيكم تلبسوا شتوي انيمور، بتجيبوا بس ثقيله. بقى بالنسبه بالعوده لشو بدي البس بالصيف وانا وضعيف. ايه صحيح. شو بدي البس؟ بدي البس اكيد القماش بده يكون رقيق، ما في مهلك، بس بدي البس واسع. بدي البس اشياء في عليها ديزاينز يمكن ظاهرين لبرا، بتعرفي درجه كثير هلا. ايه. الورود الموضه لكم السنه ليلي ضعاف، الفساتين اللي بتفتح مثل الشمسيه. ايه الايفازي يلي فيها فولونات فيكم تلبسوها. اذا كثير ضعاف وايدينا ضعاف وما حابين نلبس بروتيل مع انه صيفيه، بدكم تلبسوا كباب يكونوا كثير رقاق، ما في غير هالشيء اللي فيكم تعملوه. بعدين السمار الزايد بضعفكم. اذا سمريتوا كثير رح تبينوا انحف. فاذا نزلتوا على البحر اكيد خدوا لون تحسكوا حالكم صرتوا بالصيف، بس ما كثير تغمقوا لانه كمان يقول بتصغروا بتزموا. ايه على اللون الاسمر بهالطريقه يعني. إيه ولبسوا منقط، لبسوا مزيح بالعرض، يعني كل شيء بالعاده بتنصحيه اعملوه هلا، كل شيء بتقولوا لهم ما تعملوه يعملوه. كل شيء ما إيه. بتعملوه وقتها بنكون عندنا وزن زايد، كل التبس اللي اعطيناهم مثل ما تلبسوا شيء مزيح بالعرض، البسوا البسوا مربع، البسوا كل شيء بالعكس. ان شاء الله يكون اكيد الجواب وافي، وبترجع بتعملي لها حلقه مفصله بتحطي لهم صور لحتى يشوفوا، لانه الصيفيه خلص على البواب، واكيد هذا السؤال رح يخطر كثير على بالها وعلى بال كثير اشخاص بدهم كمان ينتبهوا على حالهم، لانه بدهم يلبسوا حلو يحسوا حالهم مرتاحين اذا عندهم وزن ناقص. رح ناخذ يا لما من كسر وين. لما صباح الخير. بونجور. تفضلي عم تسمعك لما. كيفك؟ الحمد لله. بونجور يا سميتي. أول شيء بدي أسألك، شعرك كتير حلو. ميرسي حبيبتي. نعيمة. ميرسي كتير. بدي أسألك عن الشعر لأن أنا مولدة جديد. نعم.
وهذا شوي شعري بس عم يرجع يطلع. المشكلة انه شعري كتير ناعم وما عندي فوليوم. اوكي. وعم ضيع من قصة لقصة ومن كولار لكولار ما عم بعرف شو بدي اعمل. هلا انا قصته شولدر لينكس اقصر شوي من شعرك. اوكي. اوكي وانا الكولار تبعي هو ايفار فروا. سوري هو شو ما سمعت؟ ايفار فروا. ايفار؟ ايفار فروا. اه الباليت؟ باليت دو كولار. اوكي. ايه. فمثل ما حطيت ايدك ايه. من قدام تركته شوي طويل. ايه انا عم بسمعك حياتي كفي. وي من قدام تركه خصلتين شوي طوال ومن ورا مثل ما حطيت ايدك. نعم. بس عن جد ما عم بعرف شو بدي اعمل بشعري، يا ريت تنصحيني. اول شيء لما يا لما، لملوم يا لملوم. بدي اقول لك شغله، قد ايه صار لك مولده؟ ما بعرف. ست مواه. سبع شهور. طبيعي كثير يهر شعرك، هيدا واحد. اثنين يلي شعره خفيف بنصحك اذا عملتي الوان مثل ما عم بتقولي ما فيك تعملي ماش ولا فيك تعملي امبري لانه ببين الشعر اخف. دائما يلي شعره عبي ننصحها تكسر بالشعر، يعني تعمل عده الوان لحتى يضب الفوليوم. بدك تاخدي فيتامينز شرب او حبوب ضروري. هيدا كتير الهرمونات تغيرت الخليفة. بدك تروقي على شعرك، ما تعمل تنتور هلأ، بدنا ننطر لحديت ما نقطع السنة ركض، بعدين لحاله بده يرجع يقوى. بليز خدي فيتامينات ضروري جدا، وبدك تشوفي اي شامبو عم تستعملي وما تلعبي بالالوان، خلينا نعمل لون واحد. هلا اتركي شعرك يروق واعملي له كثير تريتمنتس لشعرك. هذا والفيتامينات اكيد اكيد بدك تاخذ فيتامينات اللي بيفيدوها كثير. شكرا كثير لما بنشوفك بكره نحن ان شاء الله. عليك تابع محطاتنا بعد لحظات، خليكم معنا. اليوم رح نغير، رح يكون معنا هلا حلقه سينما ورح يكون معنا ضيف انا كثير سعيد انه موجود معنا اليوم من هوليوود، رح اعرفكم عنه اكثر بحلقه سينما. اليوم معنا من هوليوود مباشره الى بيروت موهبه لبنانيه موجودة هنيك وعم بيض لنا وجهنا بشكل كثير حلو مع افلام عديدة كلنا حبيناها وعرفناها. هو مخرج وايضا سوبرفايزنج انيميتور بدريم وركس شركة ستيفن سبيلبرغ. راني نعماني صباح الخير. صباح الخير. واهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. ميرسي. يعني نحن ناطرينك بناطرة لحتى توصل على بيروت لحتى نخطفك على استوديو، مش نخطفك نرجعك، مش عملية إرهابية راح لأنك كندي مش أمريكي، وراح نحكي اليوم بالتفصيل عن دراستك بالبداية ووصولك بعدين إلى شركة دريم وركس كسوبرفايزنج أنيميتر اللي هي شغلة منا سهلة أبدا إنه واحد لبناني يقدر ياخذ هالمنصب هنيك. دراستك بالأول وين كانت راني قبل ما نوصل للأفلام السينمائية اللي اشتغلتها؟ أنا درست أنيميشن بفانكوفر فيلم سكول، وهي كانت سنة واحدة بس انتنسيف. يعني سليبينج باجز، عم ننام هونيك، كلنا صرنا صفر زومبيز. فبعد ما خلصت كأنكم أنيميتد يعني صرتوا كأننا أنيميتد صرنا زومبي موفي. فخلصنا وبعدين طغري بلشت اشتغل بشركة اسمها مين فريم بفانكوفر. It's a local studio وهيك it was my first exploration of animation in a production. يعني فبعد ما خلصت رفيقي راح على تكساس قال لي انه ليك خرجت شي لهون لانه حيعملوا فيلم كذا وانا بدي اعمل فيلم، يعني هذا this is what I want to do. اكيد. ف بعت الرزومي ودقوا لي الساعة 7 الصبح انه كيفك بدك تجي لهون؟ لا ما بدي اجي، ماشي على بالي اشتغل فكر فيها هلا بدي اشرب قهوة. ايه ما بدي. ف they talked to me وسالوني انه بتحب تجي لهون؟ قلت لهم ايه اكيد انا بحب الافلام وthis is what I want to do. ف مش الحال ورحت على تكساس اشتغلت سنة على ذا انت بولي، وهي ذا انت بولي كانت الجيت واي لحتى اشتغل على افلام ثانية بال 2006. بال 2006 مظبوط. اللي هو كان اول مثل ما بيقول اول اجر بهوليوود. اول اجر اكزاكتلي يعني. نعم. ايه وهون اللي يعني مثل ما بلشنا بعدين هيك نشتغل يعني انت بولي، ورح نكفي بعدين بالسلسله اللي اشتغلتها لانه افلام فعلا هن بلوك باسترز على صعيد الانيميشن. يعني فعلا افلام طبعت افلام الانيميشن وما قطعت هيك مرور الكرام، يعني مش فيلم انيميشن ومرق،
انما كل واحد منهم اشتغلت عليه فعلا كان بصمه بتاريخ الافلام الانيميشن بهوليوود. الحلو اول شيء بدي اقول انه انت بعدك تحكي اللغه العربيه حتى بعد 12 سنه على تركك لبنان، لانه الحلو انه الروابط العائليه موجوده وهذا الشيء اللي بيبسطنا. مزبوط، كل احد تمرين ايه. سكايب بحكي مع اهلي ف فيس تايم، فهلا دائما بحكي معهم وبتمرن وبيصححوني اذا عم ببلش انسى شوي انه حبيبي شو عم تنسى. برافو، هيدا الشيء الحلو، هيدا صله التواصل، هيدي كثير بنقدرها فعلا. مزبوط، وهيدا مجهود شخصي كمان من قبلك. انا الاشخاص اللي بيروحوا بيقعدوا شهرين بيرجعوا انه بيحكوا هيك مش عم بيفهموا علينا بصيروا. راني انا بدي استغل كمان الدراسه اللي اشتغلت عليها، يعني الدراسه اللي طورتها بهالسنه 80% تقريبا مثل ما عرفنا من الاشخاص اللي بيشتغلوا انيميشن بيدرسوا بفانكوفر. في كثير الاندستري بهوليوود وفي بفانكوفر هلا صايره كثير كبيره. هلا وقت انا كانت الاندستري كثير صغيره، فبس في كم شركه فيني اشتغل فيها، بس انا كنت حابب اشتغل بدريم وركس، بيكسار، ديزني. فانه اللي اضطريت اعمله انه ركز على الانيميشن لحتى اعرف كيف اوصل على سبيسيفيكلي هالشراك. هلا صار في كثير بفانكوفر، ونقلنا من بعدها على شركة ذا ثيرد اللي هي مزبوط. كمان سلسله كثير مهمه، يعني كمان باصوات نجوم كبار ايضا. ايه هو از هامبلينج يعني تو جيت ذا تشانس تو ورك اون ات. وبعد ما اشتغلت عليها اي وركت اون ماداغاسكار وبعدين ميجا مايند و هاو تو ترين يور دراجون 2 وهلا ذا بوس بيبي. ذا بوس بيبي اللي موجود حاليا بصالاتنا السينمائيه، ولا نحن سعداء انه هلا ماشيين معه يعني بالتوازي، انه عم شوفوا فيلمك بالصالات وايضا هلا عم بتعرفوا عليك شخصيا هالشخص اللي وراء الرسومات اللي عم بتكون موجوده. لما بتفوت على هيك استوديو مع مجموعه كبيره من الاشخاص التقنيين اللي اوريدي بلشوا ياسسوا هالشخصيات قبل ما انت توصل كمان، قديش بتكون الصعوبه كمان لترجع تستلم هالشخصيات تعطيها شخصيتك انت وتحط هيك من قلبك فيها لحتى تبين وتعطي توقيع راني نعماني؟ في كثير شغل يعني قبل ما يبلش الفيلم في تقريبا عم بجرب معلي ما رح نجربك عم بظبط حق مش مشكل. اهم شيء تو اكسبلور ذا كاركتر قبل بوقت، لانه وقت يبلش البرودكشن ما في وقت مثل التريني اللي بلش يمشي. فلازم يكون كل شيء اوريدي ات واز ديسايدد، الانيميترز بيعرفوا كيف يحركوا الكاركتر لحتى نقدر نخلص الفيلم بسنه. فا ان ذا كيس اوف بوس بيبي استلمت انا شخصيه بوس بيبي وكان عندي تقريبا سنه نمي الكاركتر واحكي مع المخرج وشوف هو شو بده واكيد زيد ماي اون بيرسونال تيست لحتى يصير في كاركتر كثير معين، لان هي اهم شغله اقدر اكون كثير معين فيه. ذا مور يور سبيسيفيك ذا مور هيز يونيك. صحيح بيوصل اكثر للناس، بيصير يعني بحسوه انه فعلا هذا الشخص حقيقي مش مزبوط. بس شخص انيميتد يعني مزبوط بصير واحد مثل هلا توم اند جيري. ايه اهم شيء هو الكاركتر، لانه كم حلقه في توم اند جيري؟ في شيء 350 حلقه، كل حلقه نفس الشيء. ايه. عم بجرب يلقط جيري. ايه. بس ليه بنضلنا عم نحضره؟ لانه الكاركترز بدك تشوفيهم، يو لايك ذا كاركترز، يو ونت تو سي ذيم دو ذا سيم ثينج اوفر اند اوفر. فهذا اهم شيء بالبروسس، وما بتزهق منهم ابدا حتى ما ضل يضربه وينفخ راسه وكيف ما يجرب يقتله او يروحه بضل بيرجع وعارف الجواب عارف انه رح يرجع يعيش، يعني منيح انه مش رح يموت كليا، بس انه هيدا الحلو مثل ما قلت، يعني لما بنشوف هالشخصيات عم تمرق من منطقه لمنطقه، يعني هون عم نشوف مثلا بشريك ذا ثيرد اللي كان عنده شخصيه مختلفه كليا كمان وكان عم بيعيش هيك بطريقه تانية بداينستي او اذا فينا نقول بمملكه بعيده بعدين مثل ما صارت بالاجزاء الثانيه بماداغاسكار اللي كانوا عم بيفوتوا بالغابات مع كمان حيوانات كثيره. هون مش سهل واحد يقدر يخلي الحيوانات تفوت على قلوب الناس، يعني من خلال بس انيميشن يعني يحسون فعلا هدول اشخاص حقيقيين مش حيوانات. مش اشخاص جاي من الفضاء مثل ميجا مايند يعني، او اشخاص مش من الفضاء بس انه عندهم هيك شخصيه مختلفه عنهم. قديش هذا الشيء بتحاول تحط تقلك فيه؟ يعني انتم قديش مجموعه كبيره عم تشتغلوا ليل نهار، عم تكونوا عم ترسموا، عم تحاولوا تحركوا هالشخصيات ليصيروا فعلا حقيقيين؟ مجموعه كثير كبيره. لانه الكريدتس بتضل اتس رولينج سبيسيفيكلي انيميشن اللي هو الديبارتمنت تاعي. في عنا بين ال 30 وال 45 شخص. It varies حسب البروجي، حسب قديش في مصاري لهالبروجي، لانه كل بروجي غير البادجت تاعه. ف in this case I think بدي اقول في شي 30 35 شخص، يمكن 40.
فاللي بيصير انه فيري ايرلي اون كل شخص السوبرفايزر تاع كل كاركتر بياخذ الكاركتر تاعه بيحكي مع المخرج وعنده وقت ينمي ويعمل انيميشن تيست. بنبلش نصور حالنا نحن عم نمثل بنفرجي المخرج اذا بحب الفكره ساعتها بنطبقها على الانيميشن وبنفرجي نرجع بنفرجي الانيميشن. ف بعد ما كل شخص كل سوبرفايزر بينمي الشخصيه تاعيته ساعتها بتكون لنقول 6 مانث ان ببلشوا يفوتوا كم انيميتر يساعدوا على البروجي بيصيروا بيلعبوا مع different characters بيشوفوا اي هن بيحبوا وايفنشلي بصير عندنا جروبات انيميترز بيحبوا على هالكاركتر انيميترز بيحبوا هالشخصيه وبنجرب نخلي الكونسستنسي بالفيلم لانه بالفيلم لانه وقت تحضري اتس نايس تو فيل انه ذا كاركتر از كونسستنت لحتى تحسيه حقيقي. صحيح صحيح. وهون كمان كل الافلام اللي ذكرناها هي لشركه دريم ووركس اللي بيملكها مزبوط. ستيفن سبيلبرغ احد عظماء السينما الامريكيه كمان، كيف كان وصولك له تعاطيك معه وجودك مع هيك مخرج كبير؟ قديش او قديش هذا الشيء بخوفك كمان وقديش هذا الشيء بيعطيك تحدي بعد اكبر؟ هلا اكيد بخوف لانه اسمه اسمه لحاله هلا نحن وي دونت ميت هيم بس اللي بيصير انه كل فيلم نشتغل عليه نعمل سكرينينج له فهو بيقعد مع المخرج تاع الفيلم وهي واتشز ذا موفي وبيقول لهم هو وات هي فيلز يعني في نوت بيجو يعني في سيفرال تايمز بيجينا نوتات من سبيلبرغ انه سبيلبرغ بده هيك او بده هيك هلا اكيد باخر النهار حسب المخرج اذا بده يطبق هالشيء ولا اتس هيز فيلم بس في كثير امرار يعني وي ابلاي ثينجز دايركتلي فروم سبير بس نحن وي دونت ميت هيم لانه هو هيز جوينج دوينج اذر ثينجز صحيح غاطس بغير اشياء. قبل ما نشوف تريلر ذا بوس بيبي انا كمان بدي احكي انه هالافلام كلها نجوم كبار عم بتأدي أصواتها يعني ما في حدا من الممثلين الصغار اللي عم بيكونوا هيك عم يقطعوا وعم بيسجلوا أصوات هالشخصيات. هل كمان بيصير في تعاطي مع هالنجوم الكبار اللي بيكونوا جايين يحطوا صوتهم على هالشخصية لأنه بيكونوا عم بيعيشوا يعني بتحسهم عم بيتحركوا معه هن وعم بيعطوا صوتهم؟ مزبوط. هلأ أمرار حسب كل ممثل عنده شو بيقولوا الورك فلو تاعيته طريقته ففي منهم بيحبوا يكونوا لحالهم في منهم بيحبوا يسمعوا فيدباك فحسب كل شخص غير. انا غرامي اتفرج عليهم قاعدين بالبوس وعم بيسجلوا صوت هالشخص لانه بيكونوا فعلا عم بيمثلوه مزبوط. وكل واحد عم يعطي صوته بطريقه كل واحد عم يعطي هيك من نفسه مش بس بنحسهم مثل ما بنشوفهم على الشاشه قدامنا بنشوفهم شخصيات مختلفه كليا لما بيكونوا انيميتد اكزاكتلي هو وهن بيسجلوا الصوت ونحن بعدين بنمثل حسب الصوت صحيح كمان بنفرج المخرج بيصير واحد كمان يعني بتروح لعندهم بترجع لعندكم وهيدا الشيء الحلو باك اند فورث رح نشوف تريلر ذا بوس بيبي بنرجع نتابع راني. My name is Tim. I had the greatest parents ever. Rise and shine. It's take your kid to work day. Really? It was just the three of us, the Templetons. Life was perfect until that one fateful day. Tim, look who's here. Meet your new baby brother. He's taking over the whole house. He wears a suit. He's like a little man. He carries a briefcase. Does no one else think that's, oh, I don't know, a little freaky? Well, you carried Lam Lam around until you were like... This is not about Lam Lam. Trust me, one day you are gonna love him with all of your heart. Never. The usual procedure, sleep deprivation, hunger strikes. They're very disoriented. But I think the kid might be on to me. Hands up, baby! Ah, poop duty! I've got to deal with the KID. You can talk! Goo goo gaga. No, you can really talk. Fine, I can talk. Now let's see if you can listen. Get me a double espresso and see if there's some place around here with decent sushi I'd kill. هون عم نشوف اذا مشاهد هالطفل اللي معه حقيبه واللي هو اكيد هذا الشيء اللي كان هالشخصيه الجديده بداخل الافلام الانيميشن بهالفيلم بالتحديد عاية شخصيه اشتغلت اكثر شيء راني غير انه انت اكيد مشرف انيميشن يعني كمان بدك تشرف على الشخصيات الثانيه مزبوط في شوي بس انا استلمت شخصيه هو باس بيبي في انيميشن بسموه هيد اوف انيميشن هو اللي
he has to make sure انه الستايل تاع الفيلم كله نفس الستايل من الاول للاخر. هلا سوبرفايزرز يعني انا وفي كان ثلاثه غيري ركزنا على الكاركترز فمثل يو ديليجيت فنحن بنعمل هالاشياء وهو بيركز على الاوفرول فانا ركزت بس على باس بيبي وفي مثلا شخص اسمه انتوني هو ذا سوبرفايزر فور تيمي الخيو بس بيركز على خيو وهلا عم شوف يعني حركاته كثيرة يعني كمان I have my eyes on you I'm watching you يعني هيدي بتذكرنا بروبرت دينيرو وهدول كلها الاشخاص يعني الاشياء اللي انعملت فعلا لحتى تحقق هالشخصية هالطفل المزعج اللي هو فات على حياتهم كركب لهم حياتهم كلها سوا بالافلام اللي قطعت كمان قبل كان دائما يكون عندك شخصية واحدة كمان تختارها تقريبا يعني أو أكثر من شخصية كمان ممكن تشتغل عليها بالأفلام لا في أفلام يعني ما كمان مثلا كان مينيون بمدغاسكار كينج جوليان هلا باس بيبي فهول الأفلام اللي كان عندي الأوبرتونيتي إنه أعمل هيك شيء طب هون كمان راني لما بنحكي عن التغييرات اللي عم بتصير كثير بالسنوات الماضية يعني بين 2D و3D 3D كمان غير كثير بمفاهيم السينما يعني قديش هذا الشيء لعب دور كمان بالتحريك الانيميشن كمان اللي بتشتغلوه بالسينما كثير بيلعب دور لانه في شغلتين اول شيء 3D sophisticated شكله اكثر بكثير هلا انا بحب ال 2D وكبرت على ال 2D وباكس باني وتوم اند جيري هذا كله تراديشنال بس في اكسترا ديتيل بال 3D انيميشن اللي ما فيك يو كانت هاف ات بال 2D انيميشن صحيح بس بما انه في هالاكسترا ديتيل في كمان اكسترا ورك على جهتنا لانه هلا صار في ديتيلز اكثر ممكن تكون غلط ففي اشياء اكثر لازم نفكر فيها فبتجي مثل كاتش 22 في شيء منيح في شيء ما منيح فيه خاصة لما اوقات بكبوا اشياء مثلا على الجمهور بنحسها جاي لعنا يعني هدول القصص والتفاعل مع الجمهور هيدا كمان اللي دخل بحياة ال 3D وبحياة المشاهد ال 3D كمان اوكي يعني سبيسيفيكلي ال 3D اللي وقت تحط العوينات بيزيد مثل اكسترا ليفل اوف انتراكشن بتحس انه هن هون بس في يعني هلا كمان اللي داون ذا رود جاي فيرتشوال رياليتي في ار فهذا everyone's excited لانه مثل قطع البارير صار عن جد بتحسي حالك بقلب الانفايرمنت فالعالم كلها they're excited لنشوف شو كيف فينا ناخذ افلام وقصص ونفوتها على العالم الجديد طب هون كمان راني يعني قديش اخذ وقت منك ذا بوس بيبي من اول يوم انحكى فيه لوقت طلع بالصالات وقديش واحد بيريح شوي من بعد الفيلم ما يخلص باس بيبي بعتقد اطول فيلم كانت عليه يمكن مينيموم سنتين يمكن شوي اكثر لحتى لانه بلشنا نحن ب سان فرانسيسكو والستوديو اكشلي كلوزد اتس برانش فنزلنا على لوس انجلوس فكفينا الفيلم تحت ف ذا تايم غير كل السيتنج السيتنج كله تغير بس اكيد الادوار وشو اللي لازم نعمله ات واز ذا سيم بس ات توك اكسترا لونج لانه كان في كل هالتغييرات بس again I think المخرج كثير بهمه الكاركتر فهذا اللي انا كثير حبيت انه لانه بيركز كثير بالكاركتر كان بده he wants to make sure انه عندنا وقت نركز على انه ننميهم لهالكاركترز قديش بعد الشخصيه بتكبر على الورق ومن بعدها دغري بتنتقل للكمبيوتر لاخر يوم لاخر يوم بتضل عم تتغير بتضل بس على الورق قديش بتبقى بالاول بس اول تحضيرات بس مع كتابه النص يعني بعتقد الكتابة النص يمكن ست اشهر لنقول بس الورق لا الورق قصدي بالرسمة الرسم الستوري بورد تبعية الشخصية من وقت ما ياخذوا السكريبت ستوري بوردينج لنقول اول فيرجن ثلاث اشهر الفيلم كله بيرجع من بعد ثلاث اشهر بيضلهم عم بيعملوا ابديتس للستوري بوردز لنقول ست اشهر بيكون في كل شيء اساسي خلص بس بعدين نحن عم نبلش انيميشن بيضلون عم بيجربوا يعني بدهم يلاقوا احلى فكره لاخر سنه they can صحيح فبضل في اشياء صغيره عم تتغير بضل في مشاهد صغيره انه بركز عملنا هيك او عملنا هيك فبضلون عم يغيروا وهذا الشيء اصلا يعني بالنسبه لي حتى انا غرامه البيهايند ذا سينز اللي بتصير وحتى بعد يعني بعد ما اخذت كمان وتخرجت من الجامعه كنا دائما نشوف كيف قبل اول ما انعمل ميكي ماوس مع وولد ديزني كيف كان يعمل هيك تا 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 بالورقه لحتى يشوفوا كيف نشوفه كيف عم يمشي مزبوط. ميكي ماوس من مكان الى اخر نحن سعداء بوجودك راني وان شاء الله يا رب نشوفك بافلام قريبه شو راح نشوف ان شاء الله بالقريب العاجل ولا شو في تحضير مش العاجل بس لا بدها وقت هلا بدنا ننطر سنه سنتين How to Train Your Dragon 3
3 ان شاء الله، لكن بننتظره بصلاتنا اكيد، وان شاء الله بنرجع بنكون بحلقات ثانيه كمان بخلال زياراتك الى لبنان ان شاء الله. لوك فورورد. اكيد اهلا وسهلا فيك راني. مرسي. شكرا كثير ويعطيك الف عافيه، وتحياتنا لكل العاملين بهوليوود وايضا بشركه دريم وركس اللي هي فعلا شركه رائده بحق السينما ان كان على صعيد الانتاج العادي او للافلام الفيتشر فيلمز، وايضا ان كان على صعيد الانيميشن. راح نتابع محطاتنا بعد لحظات مع مايا، خليكن معنا. رح نتابع هلأ محطاتنا مع مايا وأولادي بالدنيا. مايا صباح الخير. صباح النور غيدة. وحمد لله على السلامة. مرسي. مايا ما اشت من السفر، مايا اشت من البيت، بس عجقت السير المجي من السفر أهون أسهل أنك تجي من السفر. للأسف الشديد هذا صرنا بنقوله. اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم واللي هو الظروف الأفضل للأطفال اللي عندهم توحد، وقديش ممكن واحد فعلا يشتغل على قصة الدمج لحالات التوحد بالمدارس. مزبوط. اللي هو يعني خلينا نوضح للمشاهدين انه في عنا الدمج او الانكلوزيون اللي هي كمان بتصير بمدارس ما في بهالمدارس بيكون اولاد ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني مدارس هي بتضم اولاد ما عندهم اي حاجات خاصة واي حالات خاصة، اوقات بيصير في دمج لاولاد ضمن هالمدارس. وفي المدارس من نوع تاني اللي هي المدرسه اللي هي بتكون سبيسياليزي، هي بتكون مدرسه متخصصه، بمعنى انه بتكون المدرسه المتخصصه اللي بتضم اولاد هن عندهم ان كان احتياجات خاصه، ان كان اوقات تشوهات خلقيه، ان كان مثلا تثلث صبغي يعني داون سيندروم. بهيدي الحالات بتكون المدرسه متخصصه، يعني بروجرام هالمدرسه هو محضر المنهج بحسب هالاولاد وبيتماشى المنهج مع هالاولاد. اكيد هون بيصير انه الاولاد بيظهروا من صفوف لحصص معينه بحسب اكيد مستوى الذكاء اللي عندهم اياه، بحسب هن مستوى تطورهم الادراكي. يعني مثلا اذا بناخذ صف فيه 15 ولد، حسب حاله كل ولد يقرر انه في 6-7 من هالولاد مثلا على هيدي الحصه ما رح يكونوا موجودين، وانما رح يظهروا لحتى يعملوا شيء ثاني. لانه بكل بساطه نحن في عنا شيء بنسميه، رح نفسره شوي للمشاهدين غيدا، الاج ريال والاج مونتال. يعني في عنا شيء بنسميه العمر الفعلي للولد والعمر الذهني للولد. 100% اوقات العمر بحالات الاحتياجات الخاصه او التاخر بالتطور الذهني، العمر الفعلي ما بيكون هو متناسب مع العمر الذهني، وبالتالي ممكن انت اوقات تشوفي ولد بيكون عمره 10 سنين وانما عمره الذهني هو 7 سنين مثلا. بهيدي الحاله في بعض المواد، بعض الامور ادراكيا اللي الولد مفروض يستوعبها وياخدها، حتى لو الولد كان عمره 10 سنين ما بيكون جاهز انه هو يستوعبها وما بيكون جاهز انه يفهمها. فمشان هيك بيكون بالنسبه لهالامور مع اولاد عمرهم الفعلي اصغر من عمره الفعلي، وانما عمرهم الذهني مثل عمره الذهني. عرفتي كيف؟ مشان هيك اوقات بتسمعي يعني الاهل بخبرونا اللي حاطين اولادهم بمدارس متخصصه انه في هالجروب ما بيحضر ابني معه الماتيار او الماده، بيظهر بيعمل شيء ثاني بهالوقت، اكيد لانه بيكونوا مقسمين على هالاساس. هلا خطوه الدمج بحاجه لكثير دراسه، وكثير بدنا نتروى مثل ما بيقولوا، وبدها تصير ان ترافاي ديكيب، يعني شغل مجموعه. هيدا نحن كمعالجين نفسيين، المعالج اللغوي، المعالج النفسي الحركي، طبعا اداره المدرسه، بده يصير في شغل مجموعه لحتى نحن نعرف بالضبط ما نعمل خطوه ناقصه مع الولد، ما نفيده او نرجعه لورا. وبالتالي من بعد عده اجتماعات يقرر الولد هو باي صف بده يكون واي منهج بده يلحق والى اخره. وهون اليوم عم نحكي بشكل خاص عن الأطفال المصابين بالتوحد، يلي صرنا عم نشهد أكيد تطور هائل لهول الأطفال. إذا كانوا بظروف ملائمة لإلهم، مش بس بمدرسة متخصصة، حتى بدمج بمدرسة عادية، وإنما إذا نحن عرفنا نعمل تدخل مبكر مع الولد، صار الولد عن جد كتير عم بيفاجئنا على مختلف المستويات، وحتى على مستوى النطق وعلى مستوى الكلام. فإذا مشان هيك هذا الموضوع كتير كتير مهم غيدا. بس مهم كمان انه المعلمات بقلب الصف
يعرفوا انه عندهم ولد بده نوعا ما معامله خاصه. صح. يعني نعرف كيف بدنا نتعامل معه لهالولد. اول شيء رح نبلش نحكي شوي عن الشق التعليمي. يعني كل شيء اكاديميك نحن بنعطيه للولد داخل الصف. اذا كان في ولد مصاب بالتوحد بدنا نعرف انه هو بحاجه بحسب اكيد الساينز او بحسب المؤشرات اللي عنده اياها، لان احنا بنعرف انه حالات التوحد مش كلها بتضم نفس المؤشرات، والموضوع بيختلف اذا كان شيء بنسميه هاي فانكشنينج، يعني حالات التوحد يلي الاولاد يلي عندهم القدره على التكلم، الاولاد يلي عندهم محافظين على حد ادنى من الاي كونتاكت من الاحتكاك البصري، هول الاولاد يلي اسهل التعاطي معهم. وفي حالات ثانيه للاسف، هي حالات اللو فانكشنينج بنسميها، يلي هن الاولاد يلي تقريبا بيكون ما عندهم قدره على التكلم، بيكون التواصل معهم شبه مستحيل لهالولاد. هلا اكيد وقتها بكون بالحالات اللي هلا قلتها اساسا الدمج المدرسه بمدرسه عاديه مع منهج عادي ما بتصير. اجمالا الدمج بيصير بحالات الاولاد اللي هن هاي فانكشنينج اللي انا هلا وصفتهم اول شيء. فاذا لشو بحاجه لهالاولاد؟ اول شيء هالاولاد بحاجه لمراجع حسية. ايه. وقت بقول مراجع حسية أكثر شيء بقصد أقول مراجع بصرية بحالات الدمج. يعني الولد بحاجة أنه أنا أعمل له أنونس أنه يفهم هلأ مثلا خلصت ساعة الفرنش مين جاية، أي معلمة فايتة، أو خلصنا الكولرينج خلصنا التلوين، هلأ نحن شو بدنا نعمل، مثلا بدنا نعمل البازل أو بدنا نكتب بالورقة والقلم. ايه. أو بدنا نقوم على اللوح. مشان هيك دايما نستعين بأشياء حسية مثل هن نوع من الصور يلي منقصقصها ومنلزقها على كرتونه كبيره ومنلزقها للولد، بتكون سيكونسيال يعني بتكون بالتدرج. ايه. ومنصير مثلا مع الولد انه اجت مثلا مس شانتال خلصنا ساعه الفرنش، بيكون عندنا صوره نحن اتفقنا عليها وحطيناها للولد بتفرجي انه هيدي ساعه الحصه ساعه الفرنش مثلا. اوكي. بنخلص بنعمل جيست عليها، بنعمل كوركت عليها، نعمل فإذا علامة صح عليها إنه خلصنا منها. بيكون في أكيد تشارت، يعني بيكون في تيبل معينة بنستخدمها مع الولد. شو في من بعدها؟ في مثلا خلصنا التلوين نفس الشيء، خلصنا بنصير الولد يعني يعلم بعلامة بخانة مناسبة هو من شو خلص. ايه. أو إذا الولد ما عنده بعد القدرة بالصفوف صغيرة أكيد على إنه يمسك القلم، المعلمة أو الشادو تيتشر اللي معه، هلا بنحكي عن شادو تيتشر، كمان هي يلي بتساعده إنه هي خلصت وبده يبلش هلا تاسك تانية او بده يبلش شغله تانية. ايه. كثير مهم يتحضر، يعني كثير مهم انه يعرف انه هلا بدنا نوقف التلوين، بعد شوي بنكفي التلوين، ويكون في جيست بحضروه غيدا، يعني الكلام ما بيأدي، يعني كم علمه انا بدي اقرب بدي اخذ القلم منه، قبل ما اخذ القلم منه بدي افتح التروس او بدي افتح الطبقه محل ما بدب القلم، وبده يشوف هو، بدي اقول له انه هلا نحن هيدا القلم بدي دبه هون، بس يشوف التروس، هي تمهيد لإله. ايه. انه هو يفهم انه انا هيئتني صرت بدي دب القلم، خلاص التلوين. ما صعبه انه مش مع كل الاولاد، بس بنعاني من صعوبات مع اولاد عندهم توحد انه تفاجئهم. ايه. انه يلا رانجي الكريون، اعطينا القلم، كبينا القلم، هيدا شيء صعب انه نحن نتبعه مع اولاد عندهم توحد، دائما نحن بننصحهم انه يحضروا. ايه. يحضروا بالكلام ويحضروا بالجست مثل ما قلنا. هلا كمان بالحالات الخاصه ان كان بمدرسه متخصصه او بمدرسه عاديه، هلا تقلك شغله، بمدرسه متخصصه اكيد في مجال اكثر انه نتوقف على الكونسبت وعلى المفاهيم مع الاولاد. ايه. لانه ديجا البروجرام بيكون هو بروجرام خاص لاولاد ذوي الاحتياجات الخاصه بمعظم الاحيان. هيدا الشيء يلي ما بنشوفه بمدرسه غير متخصصه، لانه مدرسه غير متخصصه الولد بده يلحق المنهج تبع غير اولاد. نحن بنسهل عليه بانه مثلا نحط شادو تيتشر، معلمه ظلم بنسميها، يلي هي معلمه بتضل مع الولد، هي للولد بتكون. صحيح. موجوده قاعده حده بتكون، وهي شغله هيدا الولد، يعني باي مكان بتشوف انه هو بحاجه لمساعده منها بدها ترجع تعمل اعاده شرح لشي شرحته المعلمه، كمان بتقرب طبعا بتوشوش الولد على صوت واطي، بتفسر له للولد، اذا كان الولد عمل نوبه غضب بالصف قاعد تحت الطاوله او تحت طبقه المعلمه كمان بترافقه، بتظهره لبرا، بتروقه، بترده على الصف.
يعني دوره جدا مهم. ايه. واللي بيقرر انه الولد بحاجه لشادو تيتشر شغلتين، التقييم اللي بيصير بالنسبه للتواصل الاجتماعي للولد، والتقييم اللي بيصير بالنسبه لمستوى التطور الذهني اكيد. واضافه لهيدا الموضوع اكيد المدرسه هي اللي بتقرر وهي اللي بتطلب كمان. ايه. برفقه الاهل اكيد انه يكون في شادو تيتشر. واكيد لها سبب تم تسميتها شادو تيتشر، يعني مثل ما بيقولوا واحد لاحقه مثل خياله. مزبوط. ايه، لانه بدها تضلها فعلا عم تشرف، خاصه لما بتكون المعدل مرتفع يعني، او بتكون حالات التوحد عنده قويه. مزبوط. مش بس بمراحل، يعني مش بس بمراحل قليله. بالضبط. مثل ما لانه كل ولد عنده ليفل معين من التوحد. بالضبط. ايه. بالضبط. ما هون حسب بدك تلحقي ليفل الولد. ايه. مثل ما قلنا كل ولد ليفل اللي عنده اياه مختلف عن صحيح. عن ولد ثاني. هلا نصايح ان كان للمدرسه، المدرسه مش بحاجه لنصايح بتكون لاحقه منهج معين. ايه. بس انه انا كثير بحب كمان اخبر الاهل. ايه. انه نحن حتى لو حطينا اولادنا بمدرسه انه ان كان متخصصه او لا، ما بقدر اقول انه خلص انا طمنت بالي وحطيت الولد بمدرسه، خاصه بس يكون عندنا اولاد ذوي الاحتياجات الخاصه. نحن دائما مطلوب منا كاهل نرافق، ودائما مطلوب منا نعلم، ودائما ودائما انا بيقولوا لي انه اعطي امثله عن هذا الموضوع غيدا، انه لانه بتعرفي الاهل اللي ما عندهم حالات خاصه بالبيت ما بيعرفوا صعوبه الموضوع. ايه. يعني الموضوع كثير صعب. يعني رح ناخذ اكزامبل مثلا ورقه كلينكس. اوكي. اليوم نعرف انه ولد عمره 4 سنين بتقولي له جيب لي ورقه كلينكس، بجيب لك ورقه كلينكس. بينما ولد ذوي عنده احتياجات خاصه، وطبعا بيكون بمراحل متقدمه من هالاحتياجات الخاصه او اضطرابات النمو الشامل، بتقولي له جيب لي كلينكس، ما بجيب لك كلينكس. ايه. اذا ما كان ممرن على هذا الموضوع، اذا كنا ما بلشنا التدخل المبكر قبل. وبالتالي شو بننصح هون الاهل؟ وهلا رح نشوف صوره على الهوا كمان رح تفرجينا شوي الكونسيبت اللي انا عم بحكي عنه. الصوره اللي عم نشوفها هي بتحكي عن كلمه طياره، يعني اذا انا بدي فسر للولد. هلا انا اعطيت اكزامبل ورقه الكلينكس، نفس الشيء بنطبقه على مثلا كلمه طياره، بس رح ارجع احط الفرق بين اثنين، بمعنى انه ارجع اشرح انه الطياره هي شغله ما فيني هلا فرجيها للولد وامسكها بايدي، بينما ورقه الكلينكس بدي ساعتها بدي اجيبها وامسكها للولد. رح نبلش مثلا بكلمه طياره، عم فسر عن الطياره، بمرق بسبع اوقات بالتفسير، رح اذكر انا ابرزها لهالسبع اوقات. كثير مهم انه انا اول شيء قلد الطياره، يعني يمكن بجسمي قلد الطياره، ارسم الطياره، قصص ورق مثل الطياره بكرتونه، اعمل شيب طياره بكرتون وفرجي هالولد قلد انه الطياره كيف بتطير واعمل صوت الطياره والى اخره، وصولا لمراحل ثانيه مثل ما عم نشوف بالصوره اللي عم تمرق، انه انا احكي عن الطياره شو خصائصها للطياره، بنمشي على الطريق فيها ولا ما بنمشي فيها، بنمشي بالجو ولا ما بنمشي بالجو، بلش فرجي صور. ايه. بلش فرجي موفيز عن الطياره، كمان صور عن الطياره، ودايما كون انا عم كرر كلمه طياره. ايه. وعم حط الفرق بين كلمه طياره وكلمه تانية، يعني وقتها بيكون عندي صوره الطياره وصوره السياره وصوره التران، بدي كرر للولد. ايه. انه هيدا التران، هيدا احنا اليوم الصبح رحنا بالسياره عند التيتا، نحن اليوم الصبح رحنا بالسياره على المدرسه، بس احنا ما رحنا بالطياره، وصولا لانه الولد يقدر يميز فاذا بين هالاغراض لو هو ما حفظ اسم طيارة. اوكي. وبعدين في مرحلة كتير مهمة انه الولد هو يصير وقتها بتقولي له مثلا من بين اغراض معينين انه ايها الطيارة نقيلك الطيارة، ايها الكباية نقيلك الكباية. فاذا ما اتوقف كتير على هيدا، لان كمان بدي اعطي قبل ما يخلص وقتنا غيدا، كنا حكينا مثلا على ورقة الكلينكس بالنسبة للاولاد اللي عندهم توحد. دايما انا بقول للاهل طولوا المراحل. يعني قولوا انتم لدرجه اوقات انه يمكن انا بدي ضل 3 اسابيع عم رافق ابني يلي عنده توحد او بنتي لحتى هن يعرفوا كيف يعني جيبي لي ورقه كلينكس وشو هي ورقه الكلينكس، وبصير طبق هالشيء على اشياء ثانيه اكيد. هون مثلا اول مرحله بتكون انه انا بستعمل ورقه الكلينكس، وانا بقول لهم انه هلا انا عم بستعملها، ماما هلا اخذت ورقه كلينكس، عم باخذ ورقه كلينكس، عم بستعمل وبقول لهم لشو عم بستعمل ورقه الكلينكس. ايه. عم مسح الطاوله بورقه كلينكس، بكرر هيدا الموضوع ومش مره ومرتين، يعني على مدار ايام ولحظات انا بكرر وبقول لهم انه اخذت ورقه الكلينكس والى اخره. وبعدين بصير اذا انا باخذ ورقه كلينكس من الليفنج روم من غرفه الجلوس،
بصير غير يعني برافق الولد، مشي الولد حده، فوت على اوضه النوم بجيب ورقه كلينكس، فوت على المطبخ بجيب ورقه كلينكس. تنسير بمرحله لاحقه انه اعطيه ورقه كلينكس للولد، ايه؟ يعرف انه هيدا الشيء بينعطى، بيتاخد وبينعطى. وبنوصل لمرحله غيدة بعدين بنقول له للولد انه هو يجيب لنا ورقه ايه؟ كلينكس، اوكي؟ يمكن اول شيء فاجئنا الولد انه مع انه قد ايه حكيته عن ورقه الكلينكس وقد ايه رفقته بعد ما عرف يروح يجيب له ورقه كلينكس، بس رح يعرف، ايه؟ اذا ضليت رافقه بهالطريقه اكيد انه رح يعرف. وورست كيس اذا ما عرف بطول المرحله، ايه؟ يعني بدل ما اشتغل اسبوع يعني بشتغل اكثر من ايه؟ من اسبوع انا والولد اكيد. ومهم كثير انه دائما بكل شيء بعلمه للولد امرق بمرحله التمييز بين هالغرض وغرض ثاني، ايه؟ اوكي، هيدا شغله. شغله ثانيه كمان الاهل فيهم يعملوها والمعلمات كثير بيساعدوا بالمدرسه فيها هيدا الموضوع، هو انه رافق الولد. طبعا دائما بقول انه كل شيء عم نحكيه بده يكون الولد اكيد هو كمان سويفي من قبل معالج نفسي او شخص متخصص باضطرابات النمو الشامل، لانه ما فيهم الاهل وحدهم. يعني انا عم بعطي نتيجه شغلنا، ايه؟ اللي بنوصل لوقت نقول للاهل بليز ساعدونا صحيح. فيها مثلا الاولاد اللي عندهم احتياجات خاصه غيدة بلاحظ عندهم انه الشيء اسمه البرونو الضمائر، ايه؟ صعب يستعملوها. طبعا مش كلهم، في اولاد صعب يستعملوا الضمائر. يعني بسال انا كيفك غيدة، انت بتقولي لي كيفك غيدة، ما بتقولي لي منيحه، ايه؟ بتكرري من بعدها. او مثلا كيفك غيدة، انت بتقولي لي، ما بتقولي لي انا منيحه، بتقولي لي غيدة منيحه اوقات. هول كثير بنشوفهم بالنسبه للاولاد اللي عندهم توحد. مشان هيك دائما انا بقول نمرنهم. اول ستيب بانه نمرنهم نحن افراد العائله نحكي قدامهم، ايه؟ يعني الولد بيكون قاعد حدي بحكي انا وياك، بقول لك كيفك غيدة، بتقولي لي منيحه، كيفك انت مايا، انا منيحه. هون ببلش الولد يستوعب، فاذا ويشوف مره ورا مره مع التكرار كمان انه شو يعني انه انا عم بسال غيدة كيفك وغيدة جاوبتني. يعني الحديث كان متوجه لغيدة، فاذا كيفك، انه مايا سالتها لغيدة كيفك، فاذا انا شو بدي استعمل، ايه؟ وقتها بدي اسال حدا ثاني سؤال، اوكي؟ مثلا بسالك هاي الكبايه لإلك؟ هيدي لإلك؟ او انت بتجاوبيني بتقولي هاي لإلك، ايه؟ بس انت مفروض تجاوبي هاي لإلي، ايه؟ هول كثير بنصادفهم. مشان هيك دائما نحن بنجتمع مع المعلمات كمان وبنعطي شويه نصائح للمعلمات انه كيف كمان هن بيساعدونا بهيدا الموضوع. بدي اقول انه اكيد انه الاولاد اللي عندهم احتياجات خاصه انا باكد لكل المشاهدين ولكل الاهل انه بيتطوروا وبقلعوا بالمدرسه وبيفاجئونا بكثير قدرات عندهم اياهم، بس بدنا نطول بالنا. صحيح، بدنا نطول بالنا، بدنا نعطي وقت، وبدنا نبعد عن سياسه التجاره مع الحضانات ومع المدارس. يعني اليوم كل حضانه عم تسمعنا بس تسال حالها سؤال انه اذا اجى ولد رفضته المدرسه، ما قدرت تحمله، عم يعمل نوبات غضب، واجى لها الحضانه، اذا انا بدي اتحمله شهر وشهرين وبعدين بدي ارفضه، بدي اقول لا عم بيأثر على غير اولاد، لا الاهل طلعت صرختهم، لا ما بيصير، لا طب وين بحطوا هالولد اخر شيء؟ طب وين بحطه؟ بين اني انا ما حطه ما اعطيه شانس يتقدم ويضل محل ما هو، ما فينا طول بالي شوي واعطيه شانس يتقدم؟ اكيد. وانا كمان كثير لفتني وقتها من فتره وكان عندي كمان ضيوفي من جراند سينماز انه حتى الاطفال اللي عندهم توحد كان عندهم الفرصه انه يصيروا يروحوا يحضروا فيلم سينمائي اكيد مره بالشهر، وهذا الشيء اللي فعلا كثير حلو انه ما يحس حاله ولا طفل حتى لو طفل عنده توحد عم بيقدر ينحرم من هالوسيله الترفيه اللي هي وسيله انه يحضر فيلم سينمائي بصالات السينما، وهذا الشيء فعلا هيك بيفرحنا. اكيد اكيد، لانه كل ولد شو ما كانت احتياجاته الخاصه بحاجه لحتى يقدر يكون عم يستمتع باي شيء بالمجتمع وما ينحرم من شيء. مايا رح تضلك معنا بالاستوديو ورح ناخذ بعض لحظات اتصالات المشاهدين مباشره على الهواء واجابه على اسئلتكم من قبل، خليكم معنا. رح نتابع محطاتنا وكل اللي حابين يتصلوا بمايا، هي بعدها معنا بالاستوديو واولادي بالدنيا. مايا صباح الخير مره ثانيه عن جديد. واليوم اكيد بانتظار الاتصالات من المشاهدين، عندك اسئله كثير وردت من قبل على الواتساب، رح نبدا بالاجابه عليها. يلا. السؤال الاول بيقول ابني عمره 7 سنين
شوي بيعلق بالحكي بس بيقدر يغني وبيقدر كمان يقول استظهار بس بالحكي بيعلق. شو الحل عم تسألك؟ وبالصف عنده نشاط مفرط وما عم بيقدر يركز مع المعلمين، فطلبوا يكون معهم فيك طلب يكون معه شادو تيتشر. بقى شو رأيك؟ يعني كمان هون في سؤال في شادو تيتشر اللي كنا عم نحكيها قبل شوي عن موضوع التوحد. ايه هلا بستغرب انا انه اذا بس لانه عنده نشاط مفرط وما عم يقدر يركز بستغرب انه يكونوا طلبوا شادو تيتشر. يعني يمكن في معلومات نحن ما كتبت لنا اياها السيده اللي عم تكتب السؤال، او لازم بركي بتصل فينا هلا كمان اذا بتحب توضح لي. لانه اذا كان حاله فرط نشاط ونقص بالتركيز بالاجمال المدرسه ما بتطلب شادو تيتشر. يعني ما بدنا شادو تيتشر مشان انه هيدي الحاله اجمالا، لانه بالاجمال الشادو تيتشر لحالات خاصه اكثر بتكون. يعني هيدي حالات ماكسيموم اذا كنا نحن فعلا مش عم نعرف نتعاطى مع الولد، انه الولد عن جد هايبر اكتف، بنبعت عند سايكايترست عند طبيب امراض عقليه ونفسيه وبنعطي دواء. يعني هيدا بمعظم الاحيان هيك بتصير الشغله. يعني ما فيني اجمع بين قصه انه عم بيعلق بالحكي وبانه طلب شادو تيتشر، ولا بين قصه فرط نشاط وشادو تيتشر. يعني وانما عم بيعلق بالحكي، هلا واضح من سؤالها انه الهيئه في عندي حاله تأتأة. بفتكر انا لانه كمان الاولاد اللي عندهم التأتأة او البيجامون هن اجمالا اولاد الاستظهار، القراءه، التسميع كله بيسمعوه مزبوط، بس بالخبريه بيكون مزبوط. في التأتأة. انا نصيحتي كثير رح تكون واضحه، بما انه نحن عمرنا 7 سنين، عمرنا 3 سنين وما عمرنا 4 سنين، بدنا نتوجه لاخصائي بتقويم النطق اول شيء، معالج لغوي، نعمل الاسسمنت او الاختبار تبعنا ونشوف حسب شو بيقول. اذا التأتأة او التعليق بالحكي متعلق بشيء ارتكولاتوار، بشيء باللفظ، ساعتها بيكون الشغل عندها. اذا متعلق بخجل، بقلق قوي، بتوتر قوي، ساعتها بيكون العلاج اكيد عند معالج نفسي. رح ناخذ مارلين من السبتيه. مايا صباح الخير مارلين. بونجور. بونجور اهلين، تفضلي مايا عم تسمعك. مدام مايا عندي صبع عمره تقريبا 5 سنين، صاير اذا شيء قلت له اياه او منعته عن شيء صاير بيضرب او بالشارع او بيصرخ، مع العلم انه انا ما بضربه، يعني حتى اذا عصب من خيو الصغير بيضربه. بقى ما بقى شو في طريقه انه هيك بعند مثلا على الشغله وبصير انه يضرب، انه لا ما خصيك وانا حر مثلا وانا هيك بدي. 5 سنين؟ 5 سنين، 5 سنين الا كم شهر. اوكي. اوكي، هيدي مرحلة كل الولاد تقريبا بيمرقوا فيها، هيدي مرحلة ديفانس، يعني مرحلة مثل وسيلة دفاع، وسيلة حماية لحاله، بيستعملها الولد لحتى ينفذ يلي هو بده اياه، يعني لأنه الولد ما بيقدر يقبل بسهولة لا والإحباط اللي ناتج عن لا، فأنا أو ببكي وبصرخ بصوت عالي، أو إذا معي شيء يمكن كبه عن الطاولة، أو مثل ما عم بتقول بتفوش وبعيط وإلى آخره. شو لازم نعمل؟ لازم اول شيء تحطي براسك انه ولا مره ينجح بانه باستخدام هالموضوع ينجح انه ننفذ له اللي بده اياه او نرجع عن قرارنا او هيك، ابدا. بالعكس لازم تضلك عند قرارك ولازم تضلك حاسمه. يعني وقتها بيعمل هيدا الموضوع بتقولي له انه هيدا الموضوع مرفوض، بتبعدي خيو عنه وبتكرري له انه انت ما رح تاخذ هالغرض او انت ما رح تعمل هالشغله، ما نرضخله يعني 100%. وفي جزء من الموضوع لازم نعمل تجاهل فيه. يعني لازم انه من بعد ما اكون انا كنت حاضره كأم وبعدت خيو عنه وفسرت له انه اللي عم يعمله غلط وفسرت له انه انت ما رح تاخذ مثلا هالغرض، كثير مهم انه انا بعدين اذا ضل هو على موقفه بدي اتجاهل. يعني بتركه دقيقتين ثلاثه، هو بده يعيط، بده يصرخ، بده بس ما شو عملت؟ بكون بعدت خيو عنه، بكون بعدت اخواته عنه تما يصير في اذى جسدي اكيده، وبعدين بس يروق بنرجع بنعمل فيدباك. يعني بس يروق بنرجع بنقول له ليه نحن زعلنا منه؟ ليه تصرفه غلط؟ شو كنا ناطرين منه بدل هالتصرف؟ بتعرف كان فيك تاخذ هيك تتسليت محلها، او كان فيك تقول الاشياء بهالطريقه. رح ناخذ سلوى من بيروت. صباح الخير سلوى. صباح النور. اهلا وسهلا، تفضلي. مايا عم تسمعك، الله يعافيكي. تفضلي سلوى، عم بسمعك. مدام مايا، بدي اسالك، انا عندي حفيد عمره 1 سنة و5 أشهر. نعم. حفيدي بس يزعل او مثلا اقول له عن شيء نوم ما فيك تاخده، او اذا بده شيء وما قدر يطاله اي شيء بعصبه بيرجع راسه لورا
وبيخبط مثلا نفترض بالارض على خشب، بيتوجع كثير، بيخشى، بيبكي، وبيرجع بعيده وما بيتربى. شو الطريقه؟ لانه هذا شيء كثير خطر يعني صحيا عليه. وما عم نلاقي طريقه، انه هو صغير سنه وخمسة اشهر وما عم نلاقي طريقه تنمنعه. وهو حتى ست سلوى اذا ما عمل هيدا الشيء اجمالا هو بس يبكي لانه انزعج من شيء، كمان بتحسيه مثل ما بنقول بين مزدوجين بنستعمل عباره هيك بالعاميه بيغشى، يعني بيبكي بشكل انه بيفقد السيطره على حاله، بيزرق وجهه ولا لا؟ لا لا ابدا، لا. ما بيغشى الا وقت اللي بيخبط راسه خبطه قويه، بس ما بيبكي كثير، انه بيبكي كثير ما هو بس يعصب او يزعل او شيء بيبكي وبصير يرجع راسه لورا. فشو بيكون في ورا راسه؟ بيخبط فيه. وهذا الشيء انه هو صار يمشي، يعني ما فيك على طول انت تكوني ملاصقه له تتحميله راسه. مزبوط. وما عم بعرف كيف بدنا انا او امه انه نوقف له هالعاده. مزبوط. اوكي، تكرم عينك. ميرسي، يعطيكم تكرم عينك. شكرا. هلا هيدا الموضوع مرتبط بغير اشياء، هلا اذا بدي اعطيها اول شيء نصيحه عن هيدا الموضوع، للاسف بهيدا العمر الصغير ما بنقدر ابدا، مثل ما بننصح بمدارس علم النفس، نحن دائما بننصح وقت الولد بجرب يلفت النظر بهالطريقه بنقول للاهل تجاهلوه، بس نحن دائما بنقول وقت بيكون في خطر جسدي ما فيك تقولي تجاهلوه، لانه في خطر جسدي وبعدين لانه عمره صغير. يعني الشغله الوحيده اللي بقدر اقولها انه نحن بدنا نضل عم نراقبه، بدنا نحاول نضل حده، بدنا الوضع اللي معقول هو يعصبه او الى اخره، نحن بنعرف شو بيعصبه، يمكن جاع مش دغري جبنا له الاكل، يمكن بده شيء معتنيه تيلعب فيه، بدي او حتى بقول هي اذا عم يجرب يعني ياخذ شيء حتى لحاله، يعني يوصل له ما وصل له، بس يعني هيدا هيدا اللي بدي اقول لك عنه، هيدا اللي بدي اقول لك عنه. فاذا الموضوع مرتبط بالتعصيب وبالقلق، الموضوع مرتبط انه هو سريع التوتر عم بيكون. هلا لنحكي شو رح نعمل لسرعه التوتر هاي، بس بقول لك انه جسديا بدنا نحاول حاطه قد ما فينا ونحاول نكون موجودين معه قد ما فينا تنتفادى الاذيه الجسديه. اكيد بس يتقدم بالعمر ما بقى هو رح يعمل هيدي، هون بنبلش نلاحظ انه الفريكانس بتخف، يعني اذا كان يعمل هالشغله كل يومين بنحس انه عم يمرق كل عدد ايام معين تيعمل هالشغله، بس انا اللي بيهمني هون بالموضوع انه عدم القبول، يعني بنسميها الانتوليرانس، عدم القبول انه انا اكون محبط، انه انا اكون بدي اعمل شغله وما قدرت اعملها، انه مزروب بين كنبيتين ما قدر يطلع او ما قدر ياخذ اللعبه، او انا هون اللي بيلفت لي نظري بالموضوع. هلا بعده زغطور، هلا بنبلش، بس بعد شوي دورنا بيكون فعال اكثر. كمان انه نحن نجرب نهديه، انه نحكي بالحوار انه تيتا شو بدك؟ بدك هيدي؟ طيب تعال نشوف كيف فينا نجيبها، قرب شوي، اعطيني ايدك، مد ايدك، ها جبناها، منزقف له. هيدا الموضوع رغم بساطته كثير بفيد الولد، لحتى مره ورا مره يكتشف انه كنت بمشكله والى حل، وقفت على اجري، قربت فشختين، مدت ايدي بطريقه جبت هيدا الغرض. فاذا انا كثير بشجع الحوار بهيدي الحالات مع الولد، حتى الولد ما يعصب من اقل شيء ويعرف انه كل شيء له حل، بس اللي بدي اتفاداه هو مش اذا بيعمل هيك افرش له الارض حرير، يعني ما خليه يعصب، يعني خلي كل شيء حواليه، واذا قال بخاف عليه قرب، لانه كبصير مشكله اكبر. يعني بقوي عدم القدره على تحمل الاحباط هون. اكيد هذا الشيء يعني مثل ما قلتي بده يضل واحد منتبه له، لانه في اذى، لانه زغطور كمان، اكيد في اذى وفي عمر صغير. مزبوط. رح ناخذ اخر اتصال. يلا. مايا ريتا، اهلا وسهلا فيك ريتا من الاشرفيه. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. عم تسمعك مايا. مدام مايا، عندي صبي عمره سنه و8 شهور. وي. هلا بيحكي كم كلمه، يعني بس ما بعرف اذا بهيدا العمر يعني تاخر بالحكي، انه ما بيحكي كثير، بس في كم كلمه بيقولها، في اغاني مثلا بغنيها، بس اكيد مش انه ما بغنيها كلها مزبوط، بس انه في كلمات مزبوطه بيقولها فيها. بيفهم كل شيء بقول له اياه، بيتفاعل مع كل شيء عادي، بس انه مش كثير بيحكي، يعني عم لاقي فرق بينه وبين خيه، يعني خيه على السنه كان بيحكي كثير. هيك بعتبره انه تاخر في شيء مشكله، بس عم يفهم كل شيء عم بتقولي له اياه. كل شيء بقول له اياه، اوردر بعطيه مثلا، اعطيني هاي، جيب لي هاي، شيء هاي، بيفهم عادي كل شيء. بيطلع فيكي عادي؟ نعم. بيطلع فيكي؟ ايه بيطلع في عادي. اوكي. فاذا عم ضحكوا بيضحك. وهيدي الكلمات المنفصلة اللي عم تخبريني عنها بيستعملها يوميا تيطلب اللي هو بده اياه، يعني اذا بده مي، اذا بده ياكل شيء؟ مش كثير مثلا انه اذا بده يطلب بيحكي، مثلا في كلمات انه بيقولها هيك،
بس انه كي يطلب شغله مش عاد مثلا الاكل انه بيقول كلمه كلمتين اوكي بس مش كل شيء انه هذا اكثر شيء بدلني بس وقت اللي بقول له شيء يعمله بيعمله اوكي ليكي شوفي ما في شيء ابدا بيشغل البال في ممكن يكون تاخر بسيط باكتساب النطق بس حتى بنكون عن جد عم نزيد عليه اذا قلنا انه مأخر يعني لانه ديجا بلش يحكي اكتسب كلمات عم يستعملها لهيدي الكلمات شو في تواصل يعني في كوميونيكيشن شو طلبنا منه بيعمل بدك تطولي بالك عليه ما تقارني كل ولد الريتم تبعه شيء وحاولي قد ما فيك كتري من الحكي معه يعني نحكي معه كثير نخبره قصص نوصف افعالنا بالبيت بنساعده ورجع حكينا بعد شي 5-6 شهور خبرينا شو بيصير بس انا ما بشغل لك بالك ابدا شكرا كثير مريم رح نشوفك نحن ان شاء الله بعالم السهرات رح نتابع بعض لحظات محطاتنا مع الشيف خليكن معنا ريحه كثير طيبه والتحضيرات شغاله خلينا نشوف وين صار الشيف حسين قبل ما بعد شوي يروح لعنده بلش دوق ورشة ملح صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل اليوم 3 وصفات بلشنا طبعا برول الزعتر اللي صارت بالفرن وأنا تارك كمان عجينة قدامي لحتى نحضرها هلأ أنا وياكم على الهواء هيدا أول طبق كان تاني طبق عندنا السمك بالخلطة الماليزية وفي عندي سلطة الأفوكا خلينا أنا وياكم نبلش أول شيء باللي حكينا عنه طبعا الرول بالزعتر هيدي العجينة هاي العجينة أول شيء نحن جبنا حطينا مي حطينا زيت زيتون وجبت زعتر أخضر حطيتهم مع بعض حطيت تعب بالعجينة الكهربائية طحين مع خميرة مع سكر مع ملح شلت أنا زيت الزيتون والماء والزعتر رجعت حطيتهم فوق الطحين والسكر والخميرة والملح خلطتهم مع بعض حصلت على عجينة بهالشكل هيدا هيدي العجينة ريحتها حوالي 45 دقيقة بعد ال 45 دقيقة مديتها بهالشكل شو رح أعمل هلا؟ عندي جبنة حاطت أنا هون للجبنة زيت زيتون لكن عندي جبنة مع زيت زيتون بحطهم بهالشكل فيني حط بقلبها من جبنة الحلوم جبنة البلغاري جبنة الفتة جبنة مرهمية حسب ما انتو بتحبوا اوكي حطيتهم بقلبها بلفها بهالشكل هيدا اوكي وبطبقها على بعضها خلينا نشوف اوكي بلفها بهالشكل طيب وبسكرها على بعضها وبعملها بهالشكل هيدا لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف عم بعملها كمان بهالشكل اوكي طيب بجيب صينية بحط هيدي الصينية قدامي بلفها بهالشكل هيدا لكن مثل ما عم نشوف كيف عم بلفها لكن فيني اعملها اوكي لفيتها بهالشكل بشيلها وبحطها بالصينية حطيتها بالصينية بهالشكل بجيب أنا البيض عندي بيض مخفوق بدهنها بالبيض بهالشكل كمان بجيب السمسم بحط على وجهها من السمسم بعد ما حط على وجهها السمسم بغطيها حوالي 30 دقيقة كمان لحتى ترجع تتخمر بعد ما تتخمر فوتها على الفرن على درجة حرارة 180 هاي المقادير مشاهدينا عم تمرق قدامنا على الشاشة طيب أنا بتركها طبعا بمحل يكون سخن لحتى تتخمر وأفضل محل يكون سخن هو بيكون فوق الفرن أنا حطيتها فوق الفرن لحتى تتخمر بدها حوالي 30 دقيقة بعد 30 دقيقة بنفوتها على الفرن على درجة حرارة 180 هيك نحن بنكون خلصنا أول وصفة أنا وياكم في عندي عجينه بالفرن بعد ما دهنتها بالبيض وحطيت لها سمسم كمان خلينا نشوفها قبل ما ننتقل للوصفه الثانيه صارت عندي بهالشكل هيدا بس طبعا بعدها نيه
بعد بدها شوية وقت لحتى تستوي. برجع بردها على الفرن كمان حطتها على حرارة 180 وقد ما فيي بعليها، يعني ما بتركها بكعب الفرن. طبعا مشاهدين اذا تركتها بكعب الفرن رح تتحمر وتستوي من تحت وتضل نيه بقلبها وتضل نيه من فوق. لهالسبب انا بعليها بحطها اعلى شيء بالفرن وبخليها على حراره 180 حراره خفيفه. يمكن نحن امرار بنحاول نحطها عندنا هون على مطرح ما مكتوب 180، بس هي امرار بيكون في فران خربانه ما بتكون 180، فانا بفضل غير انه نحن نحطها على حراره 180 نشوف نحن النار بدها تكون النار كثير واطيه، ما بدي نار عاليه عليها يعني كثير كثير، يعني خلينا نحط نحن اخف نار على العجينه لحتى تتخمر وتستوي من داخلها ومن فوق ومن كل الميلات. طيب هيدا كان بالنسبه للعجينه. شو عندي بالطنجره؟ هون سمك على الطريقه الماليزيه. خبرتكم فيني اجيب حيلا نوع من انواع السمك، فيني اجيب فيليه مور، فيني يجيب سالمون، فيني يجيب لقوس صخري او لقوس رملي، حيلا نوع سمك ما عندي اي مشكله فيه. نحن اليوم الاربعاء وتعودنا كل نهار الاربعاء نعمل اطباق سمك. شو حاطط انا بالطنجره؟ عندي بصل جوانح قليتهم بزيت الزيتون، عندي توم، لكن مشاهدينا قليت بصل، قليت توم، حطينا زيت زيتون، جبت كاري، قليت الكاري معهم، هاي المقادير عم تمرق قدامنا على الشاشه. حطينا كاري، جبت بندوره، قطعت البندوره كيوبس وحطيت قليل من المي وتركها كلها سوا مثل ما عم بتشوفوا قدامنا على الشاشه عم تغلي. عندي السمك طبعا بعد الصلصه ما خلصت، بعد في عنا رح نضيف شغلي انا وياكم، خلينا نضيفها هلا. في عندي الباميه، اوكي؟ هيدي طريقه ماليزيه، رح نضيف الباميه لهيدي الوصفه. ضفنا الباميه. عندي بعد فلايفلي، بس الفلايفلي رح ضيفها اخر شيء، وعندي بعد من رب البندوره وفلفل اسود والملح. هول مش رح احطهم هلا لحتى تغلي شوي مع الباميه، بضيف لها الفلايفلي. الفلايفلي انا بحب تضل تقرش، ما بحبها كثير مستويه الفلايفلي، بحب تضل الحبه واقفه. طيب السمك، جبنا السمك، هول السمك قدامنا، جايب انا فيليه هامور. مثل ما خبرتكم اذا جبنا الفيليه هامور نحن مثلج لازم ننقعه بالحليب لحتى يرد المواد البروتينيه اللي بيخسرها خلال تتليجه. طيب اذا جبناه مثلج، طبعا جبت صينيه، حطيت انا بكعب الصينيه حطيت بصل، فيني احط شرائح حامض، فيني احط جزر، فيني احط كرافس، ما عندي اي مشكله. بحط السمك عليه من فوق وبرش رشه فلفل ابيض مع رشه فلفل اسود، رشه اوريجانو، وايضا رشه كمون. بنحط على وجههم زيت زيتون وبنفوتهم على الفرن على درجه حراره 200، بدهم حوالي 25 دقيقه او 20 دقيقه. طبعا كمان حطينا ورق غار، كبشه قرنفل، كلها مواد معطره ومطيبه، كان للسمك ولا كان للدجاج ولا كان للحمه. بعد ما شويتهم شلتهم وصاروا جاهزين قدامي ناطرين عنا الباميه لحتى تخلص. بهالوقت انا خليني بلش فضي قدامي لحتى بلش اسكب. طبعا في عندي السلطه، فخلينا نحضر لنسكب السلاد. اوكي هيدا السمسم خلصنا منه، كمان حطينا نحن على الوجه سمسم. ما تنسوا تحطوا سمسم، او فيكم تحطوا كمان حبه البركه، او فيكم تحطوا زعتر، زعتر يابس تعول منقيش، فينا نرش على الوجه كمان زعتر يابس، ما عندنا اي مشكله. اوكي اوكي طيب خلينا نشيل الطحين نحن وننظف الطاوله لنبلش نسكب عليها الصحون تاعولنا. خلصنا يعني. اوكي طيب بهالوقت كمان عندي سلطه الافوكا، هي عباره عندي من الافوكا، الافوكا المستويه، الافوكا المستويه صارت جاهزة عندي بوعاء متوسط الحجم، وفيني قطعهم وفيني كمان اطحنهم ناعم، ما عندي مشكلة. بس عندنا البطاطا، البطاطا مسلوقة جاهزة لحتى نقطع البطاطا، نفرم البصل الأخضر، نفرم الفلايفلي الملونة، ونضيف لها الصلصة اللي هي خبرتكم عنها من بداية الحلقة، عصير حامض، خل بلسمك، وخل أحمر
مع زيت زيتون، فلفل اسود، بناخذ نكهه كثير طيبه لهيدا الطبق. فينا نحط معهم كمان من العسل، فينا نحط خلبل سمك وعسل، فينا نحط خردل وزيت زيتون وعصير حامض، في عندنا العديد من الصلصات بنقدر نقدمها، ما عندي اي مشكله فيها. خليني اجيب الفلفل الاسود، نحط رشه فلفل اسود، بنحط كمان رشه ملح، ورشه فلفل ابيض، بحركهم مع بعض، و منحضر الفليفله لحتى نضيف الفليفله لألون. طبعا الفليفله الحمراء والخضراء كمان ناطرينا لحتى نضيفهم. هول الفليفله ضفناهم، وبهالوقت انا رح جيب البطاطا، لكن هيدا الافوكا انا طحنته. هلا هيدي الوصفه صارت جاهزه، بس بعد بدها شغله اللي هي رب البندوره. ضفنا رب البندوره، بحركهم شوي وبتركهم لحتى يغلوا، كمان يغلوا مع الفليفله، بشيلهم وبسكبهم فوق السمك. هيدي هي الصلصه الماليزيه، او سمك على الطريقه الماليزيه. طيب عندي الافوكا، رح جيب حط فوق الافوكا انا بطاطا، لكن عندي افوكا وعندي بطاطا مسلوقة. بدي انتبه شغلة هون، مش كتير بدي اسلق البطاطا، بدي خليها شوي كمان لحتى نقدر نقطعها بهالشكل هيدا. اوكي، هاي البطاطا انا عم بقطعها، رح ضيف القلق للبطاطا كمان الفليفلة مثل ما خبرتكم، رح نضيف قليل من الفليفلة الحمراء و فليفله الصفراء، كمان فليفله خضراء منضيفها، والبصل الاخضر كمان نطرنا، والبندوره ايضا نطرتنا، كمان البندوره رح ضيفها لالون. نقطع البندوره كمان بهالشكل. هاي غيدا؟ نعم. كيفي؟ قلي خبرتيني عم بتشمي الريحة. عجبتك الريحة؟ ايه انت حدوقهم. بتحبي البامية؟ بتعرف انا وصغيرة كنت بس افوت على البيت شوف بامية غطع قلبي، وهلا بس كبرت صرت حبها. طيب هلا ما بطلبها بس لكانت موجودة باكلها. شو رأيك اليوم نحن محضرين سمك ايه مع الصلصة او على الطريقة الماليزية؟ ايه هي في بقلبها بامية، دخلها بامية، ليكي وينها على النار. ايه لاحظت هون نحن. لا صرت بحبها بس كبرت. هلا كمان قد ايه رح تطلع كثير طيبة ايه. مع السمك. ليكي بهالوقت شو رح اعمل؟ شو رح تعمل؟ رح اجي لحتى نكسب وقت انا وياكي. ايه اوكي. رح نحط السمك قدامنا. اوكي. ورح اقول لك شو بدك كيف ما بدك فيك تحطي السمك بهيدا الجار. اه هيدا ستيل عم تعمل؟ كيف ما بدي احطهم بهيدا الجار؟ كيف ما بدك. شو عم تعمل لي ميشن امبوسيبل؟ لا. طيب ليه هيدا الجار؟ هيك شو بدك قولي لي بأي جات بدك؟ بدك تقصقصها؟ طب كنا حطيناها بجات هيك لا يلا خلص مثل ما بدك خلص خلص اللي بدك اياه، خلص انت قل لي حطها هون وقل لي اذا بدك كيف بدك تحطها احسن ما اخرب لك الموديل. ما بيأثر. اوكي فيك تخبرينا انت بأي لا هيدا صغير بهيدا لتحته لا اللي تحته اللي تحته اللي تحته او هيداك اللي تحت تحت اعطيني هيدا اللي تحت اي هيدا الكبير اي يلا شفت ما احلى هيدا هو اوكي يلا ما احلاك فيك تحطي سمك فيه بدك يعني اعملها بهيدي حتى نشيل الصوص من تحتها ما تطلع الصوص معها فيك تتركيها هيك لقلك كيف فينا نعملها هذا في هيدي شو هيدي ما بيأثر ما بحبها انا هيدي بدي عم شيلها مش مشانك مشاني ما تفهمني غلط عم شيلها كرمالي انا بتعرفني انا كثير بتعصبي لحالي انت بدك تحط بعدين حواليها ولا انا قلي اوكي انا عم بترك للاشياء الثانيه براتا مشان ما حطها هلا عم تصوروني عم تجربوني ولا مش عم تجربوني ها رح صراحه أوكي. بدك اقلب لك اياها طيب. هيدي مشان يبينوا ها طيب هلا نحن هون ضفنا البصل الاخضر لكن صار عندي افوكا صار عندي بندوره صار عندي بطاطا مسلوقه بصل اخضر وهلا عم ضيف كمان البقدونس
هون ضفنا البقدونس وايضا ضفنا الفلايفلي ثلاث الوان. أوكي. شو عندنا هلا؟ رح جيب انا من زيت الزيتون. هيدا زيت الزيتون رح ضيف لها زيت زيتون. رح نضيف كمان من خل البلسميك. رح نضيف خل التفاح. وايضا رح نضيف من عصير الحامض. مثل ما خبرتكم رشة فلفل اسود صغيرة مع رشة ملح. وبنخلطهم كلهم مع بعض. اوكي. شو صار عندك؟ يلا ها. اوكي. أنا شو بدك أخلطه. كيف بدك هلا حطيت لك هون بدك تحطها على جرب انت هون البامية؟ لا البامية يعني رح تحطها فوقهم. فوقهم صوب بدي لك اياها كلها. ايه ما في مشكلة. اوكي. اوكي. فانا عم بخلطهم بهالشكل هيدا. هاي السلاد كتير طيبة وكتير شهية. شو رح اعمل؟ رح اجي كمان اخد صحن. حط بالصحن من خس اللولو او خس الملون لنبلش وقتنا يخلص. ايه. اوكي عندي هيدا الصحن رح جيب انا خس لولو حطهم بهيدا الشكل ورح جيب الافوكا. طبعا الافوكا انا ما كبيتهم خليتهم عندي احتفظت فيهم. هاي المقادير كمان غيدا عم تمرق مره على الشاشه. عندي هاي حبه الافوكا. حبه الافوكا تركتها فرغتها شلت الافوكا من قلبها وتركتها عندي لحتى ارجع اعبيها كمان سلطه. لكن عم بعبيها برجع بهالشكل هيدا بسكبها. اوكي. وبكرر هيدي العملية. يلا كررها. أنت عم بتشوفي هون؟ أنا ما عم شوف، بدي ركز على الأشياء اللي بين إيدي شو مفكرني. مش طلبت مني شيء حتى أنا بعمل مزبوط الشغلة. عنا ثلاث دقايق بعد شيف. يلا. يلا ها. نحن هون تقريبا بنخلص نحن وبيخلص وقتنا سوا. شو في بعد بالفرن؟ بالفرن في عنا كمان في عنا العجينة اللي فوتناها. ايه. الرول بالزعتر، بس طبعا نحن رح نشيلها نفرجيها للمشاهدين كيف صارت عنا هلا. اكيد هي بعد ما استوت بعد بدها شوية وقت. اوكي. هيدا الصحن. شو بدك عم بعملهم كلهم صرت فوق بعضهم. هيدا الصحن صار جاهز. هيدا طبق سلاد بهالشكل هيدا. وهي العجينة كمان صار فينا نشيلها ونفرجيها لكل المشاهدين. يلا ها. وهيدي فينا نشيلها. اوكي. صارت ها. وهيدي العجينة الرول. وهلا بضل في عنا السمك. ما انا جاي لحتى يلا. هيدي بدنا نرجع نرجعها ما هيك على الفرن. ايها هيدي اللي عم بتقول العجينة. هيدي بعد بدها بعدها ما استوت اكيد. ايه بدك بس تفرجيها للمشاهدين. صح. اوكي. نحن خلص وقتنا لانه انا سلاد بجنن شكلها. رح اسكب هالخليط يلا لحتى يشوفوا المشاهدين فوق السمك. يلا لكن مشاهدينا عندنا بصل عندنا ثوم حطيناهم على النار. قليناهم حطينا بهار الكاري قليتهم معهم. جبت بندوره حطيت شوي من المي او المرقه ضفت رب البندوره باميه وحطينا كمان من الفلايفله الحمراء وفلايفله الخضراء مع رشه فلفل اسود رشه ملح. السمك فوتني على الفرن مع مواد مطيبه. فيني جيب سمكه حبه كبيره، فيني اخذ من سمك السالمون نفس الطريقه بقلي هالخضار وبحطها. هيدا الطبق على الطريقه الماليزيه. اما العجينه اللي هي محشيه خلينا نشوف اذا استوت من قلبها. بدك تقصها ليشوفوها. خلينا نجرب اذا هيك بنرجعها. اوكي. هي طبعا بقى بدها شويه وقت. سامي عم ينصح انه احسن من رجعها. تقريبا بلشت تستوي. ايه لا مينه بعدها. ايه بدها بعد بدها شوي صغيره. اوكي. بس نحن حبينا نفرجي إيه. كل المشاهدين اوكي انه نحن ناطرينه. صح. هي بدها شوي وقت. انا هيك غيدا بكون اليوم قدمت للمشاهدين ثلاث وصفات ان شاء الله يكونوا نالوا اعجابهم. بقول لهم الف صحتين وبقول لك الف صحتين سلف وبشوفكم بكره الساعه 10. شكرا شيف اكيد يعطيك الف عافيه. انا بشوف المشاهدين ان شاء الله نهار السبت بقيه نهار الاحد بشوفكم اكيد بعالم صباح جديد. نهار حلو وبكره تمام الساعه 10 بتوقيت بيروت. عالم صباح جديد. باي باي.
Was the knight in shining armor in your movie? Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason that I just can't concentrate. I've been trying to fix my pride, but that thing's broken. That thing's broken. That I'm at an all-time.